نعمل شيرينج ونبتدي على بركة الله. ماشي، نعمل شيرينج كده الأول بحاجة لطيفة نعمل بيها كده نوع من أنواع الأكتيفيتي كده معاكم. إيه رأيكم نعمل إكسرسايز مع بعض كده في الأول؟ يعني إحنا النهاردة يا جماعة عندنا البروجكت كوميونيكيشنز مانجمنت، إدارة اتصالات المشروع. هنبدأ مع بعض كده ببراكتس. هطلب منكم دلوقتي طلب هتعتبروه غريب شوية بس يعني ننفذوه. أوكي، أنا عايزكم تعملوا ده. Draw an elephant. Draw an elephant. أنتوا المفروض دلوقتي يكون معاك ورقة وقلم. طبعًا أكيد ناس هتقول لك أنت إيه اللي بتقوله ده، يعني عايز نرسم إيه علاقة ده بإن إحنا يعني إيه علاقة ده بالمشروعات والاتصالات بإن إحنا نرسم فيه ليه؟ بس يعني اعتبروها كده يعني إيه براكتس مع بعض وجربوا كده ترسموا فيه. لو رسمنا فيل دلوقتي فغالبا هيكون ضن. المهندس احمد فهمي بيقول ضن. طيب لو رسمنا فيل كلنا غالبا يعني هنرسم حاجه قريبه من ده، مش كده؟ يعني كلنا هنرسم حاجه قريبه من الفيل ده اللي قدامنا ده. We all can recognize an elephant when we see one. طبعا احنا عارفين الاليفنت، ولما حد يطلب مننا نرسم اليفنت انا نرسم حاجه شبه كده. بس لو جبنا ناس ما شافتش اليفنت، جبنا ناس ما شافتش اليفنت قبل كده وقلنا لهم درو ان اليفنت، تتوقعوا يعملوا ايه؟ عملوا الشكل اللي قدامنا ده. لما قلنا لهم ارسموا اليفنت، لما جبنا ناس وادينا لهم جزء من المعلومه ما ادناهمش المعلومه كلها، رسموا الشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي قدامنا ده يعني بصراحه مانيش شايفه اليفنت، يعني انا مش شايفه اليفنت. طب يا ترى الشكل اللي قدامنا ده جه ازاي؟ يعني الناس دي ما كانتش شافت الفيل، يا ترى رسمت اللي قدامنا الشكل اللي قدامنا ده بناء على ايه؟ بناء على الناس عرضناهم للفيل فعلا، بس ما خليناش كل واحد يشوف الفيل كله، خلينا كل واحد منهم يشوف جزء في الفيل، فبدأ يرسم حاجة معينة. يعني المنظر اللي قدامنا ده جبنا واحد ووريناه الايه الانياب فقال لك انها سبير اللي هي الرمح، وجبنا واحد تاني ووريناه الزلومة او الخرطوم وقال لك ان ده سنيك اللي هو الثعبان، جبنا واحد كمان ورنا له الاقدام فقال لك انها تري، جبنا واحد ورناها البادي او البط وقال انها وول حيطه، حد تاني شاف الديل وقال عليه حبل، وحد تاني شاف الاذان وقال عليها ايه مروحه. تمام، وبالتالي طلع الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. فاصبح انك انت النهارده لما تيجي تقول لحد، او على سبيل المثال مثلا الناس اللي شغاله في الكونستراكشن، طبعا فكره ان الناس شغاله في الكونستراكشن عارفين يعني ايه فيلا دوبلكس، بس لو رجعنا كام سنه ورا ما كانت في حاجات كتيره مش معروف ده ايه بالظبط. فلما جيت قلت للمهندس اعمل لي فيلا دوبلكس وهو مش عارف يعني ايه فيلا دوبلكس، فممكن يعمل لك حاجه ثانيه. لما جيت قلت للمهندس اعمل لي مرجيحه بس تبقى مش عارف فيها ايه وايه، تبقى محدش هيعرف يعني، ممكن ما يطلعلكش اللي انت عايزه. زي مثلا احنا كتير من المواقف بتقابلنا ومنتشره جدا لما تروح تعمل تاخد تطلب ساندوتش من المحلات الوجبات السريعه او مطاعم الوجبات السريعه، وتلاقيه يطرح عليك مجموعه اسئله انت ما بتبقاش عارف ده ايه، احط لحضرتك حليبيرو ولا مش حليبيرو، عايزه دبل مش عارف ايه ولا مش دبل ايه، فانت بتبقى يعني كون ان انت الحاجه دي قبل كده ما تعرفش ايه هي، فده بيسبب لك كونفيوجن، بيخليك انت ما انتش عارف ده ايه. طيب تعالوا نعمل بقى التجربه اللي هي المفروض بتاكد الكلام ده بتاعنا. انا هطلب منكم دلوقتي تجربه نعمل ايه؟ مطلوب منكم ترسموا هاني بادجر. مطلوب منكم ترسموا هاني بادجر. ها مين بيرسم هاني بادجر؟
اسامته هاني بادجر يا جماعه، بدون سيرش على النت، بدون سيرش على النت، بدون سيرش على النت، بدون استخدام جوجل. اللي كتب واحد ده بيبقى رسم هاني بادجر، واحد ده معناه انك رسمت هاني بادجر، واثنين ما رسمتش هاني بادجر. طيب في ناس مش عارفه انا بقول ايه، في ناس سمعاني دلوقتي مش عارف ايه الهاني بادجر ده. اه المهندس احمد سليم بيقول انا مش عارف هو ايه اصلا، يعني انت بتقصد ايه؟ احد يقول انا طالع معايا فار، ممتاز. وايه تاني؟ في ناس مش عارفه ايه هو الهاني بادجر، ارجوكم ما تعملوش سيرش على الانترنت، بلاش سيرش على جوجل. خليه نحل، ممتاز. ها مش عايزين نعمل سيرش على جوجل، رسمته هاني بادجر. اللي رسم الهاني بادجر يا جماعه هنشوف دلوقتي الهاني بادجر رسمه صح يقول لي تمام. طيب ادي الهاني بادجر اهو، وحيوان اكل العسل تمام. حيوان بيحب الموت ما شاء الله. ورسمة شكل سداسي كذا مره. لا الهاني بادجر اهو يا جماعه ده حيوان بياكل العسل، بس كمان حيوان شرس جدا واكل اللحوم ومفترس، وبيقدر يواجه الكوبرا وبيقدر يواجه الاسد، مش بنقوله بينتصر على الاسد بس بيقدر يواجه الاسد. طيب حضرتك ما كنتش تعرف شكله يا دكتور ابراهيم، وهو ده هو ده البراكتس او هي دي الاكتيفيتي اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت في النهايه بدون الكوميونيكيشن او بالميس كوميونيكيشن ما تقدرش تدليفر نتيجه، وده مهم جدا. احيانا احنا بنتعامل مع الناس اللي بتشتغل معانا او مع العملاء او مع ومع ومع على انهم عارفين كل حاجه. ممكن مثلا الدكتور ابراهيم فيبتدي يتكلم فيشرح فيقول كذا وكذا وكذا ويقول مصطلحات على اعتبار ان اللي قدامه كلهم فاهمين المصطلحات دي او عارفين المصطلحات دي، بس دايما بيكون مطلوب مننا ان احنا نديفاين حاجه زي كده. انا عايز اقول لكم ان البروجكت اللي انا شغال فيه اللي هو اي ليرنينج باي اندونيشن لانجويج، انا تقريبا شغلي كله عباره عن كوميونيكيشن. وعايز اقول لكم ان احنا بنحتاج نديفاين حاجات كتيره، هو طبعا التواصل كله ان انجلش، بنحتاج نديفاين حاجات كتيره قد تكون معروفه لينا احنا كمصريين وقد تكون مش محل اختلاف اصلا، بس بنكتشف ان احنا لما بنبعت الحاجه بالشكل العادي الطبيعي المتوقع وبنبعت الايميل، لو وريناه لاي حد ايجيبشن ممكن يفهمه ازبير الكالتشر بتاعنا، لكن لما بتوصل هناك ما بتتفهمش. على الجانب الاخر بتوصلني مراسلات من اندونيسيا بتكون هم بالنسبه لهم يعني معروفه مفهومه، لكن احنا بالنسبه لنا مش مفهومه، برغم ان ده انجلش وده انجلش، بس الانجلش ده دايما يعني ما ينفعش تفصل اللغه عن الكالتشر. انت ما ينفعش ان انت تقول والله دي مجرد لغه، لا في حاجه اسمها انجليزي للمصريين، حاجه اسمها انجليزي للريموت، وانجليزي للاندونيسيين، وانجليزي للخليج، وكل كل كل منطقه بيكون ليها كالتشر، بتستخدم الكلمات بطريقه معينه وفي مواضع معينه. المغزى من اللي انا بقوله كله فكره ان انا لو كلمتك عن حاجه، احنا لما جيت قلت لك في الاول ارسم فيل، فما فيش حد اعترض. ليه؟ لان ما فيش حد ما يعرفش الفيل. بس احنا لما نشتغل في اداره المشروعات لازم نتاكد ان كل اللي احنا بنتعامل معاهم فاهمين احنا نقصد ايه، ولازم نتاكد كمان ان اللي بيتقال لنا هو فعلا اللي احنا فهمناه وفعلا اللي قدامنا كان يقصده. وبالتالي فكره ان انت تاكد على الاتصالات او اهميه الاتصالات في المشروع، فلا هي مهمه جدا 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 جدا. اللي احنا هنقوله النهارده مش صعب، بس اللي احنا هنقوله النهارده مهم جدا. يكاد يكون يعني اقدر اقول كده وانا واثق جدا ان مدير المشروع الذي لا يجيد الاتصال او مهاراته في الاتصال ضعيفه، لا يجيد تقديم او انتاج التقارير، لا يجيد اداره عمليه الاتصال وامتى يقول الحاجه ويقولها لمين ويقولها ازاي والكلام ده كله، اكاد اجزم بان هو بيعاني من مشاكل رهيبه جدا. الاتصالات يا جماعه او الكوميونيكيشن او الانفورميشن كوميونيكيشن، تواصل معلومات،
او توصيل المعلومات هو روح اداره المشروع. حضرتك النهارده كمدير مشروع لو انت شغال في مجال الكونستراكشن فانت مش بتروح تصب الخرسانه بنفسك، ولا انت بتروح ترسم الرسومات بنفسك، ولا انت بتروح تعمل اي حاجه بنفسك، بس حضرتك بتبقى النقطه الاساسيه اللي وظيفتها تبادل المعلومات مع كل الاطراف. الاجتماع اللي بتعمله مع الستيك هولدرز ايا كان هم مين ده يعتبر شكل من اشكال الاتصال. الايميل اللي بتبعته شكل من اشكال الاتصال. المكالمه اللي بتعملها شكل من اشكال الاتصال. لما بتقف تتكلم مع التيم بتاعك الصبح او اول اسبوع او اول كل شهر ده شكل من اشكال الاتصال. الساينز والعلامات اللي بتبقى موجوده، الاشارات واللوحات اللي موجوده داخل المشروع، هنا احترس وهنا خلي بالك وهنا الدور الثاني وهنا مش عارف ايه، كل دي شكل من اشكال الاتصال. لو في ويب سايت بتعرض عليه معلومات المشروع ده شكل من اشكال الاتصال. مجرد ان انت تظهر اصلا في موقع من مواقع المشروع كمدير مشروع وتتشاف وفريق العمل يشوفك ده شكل من اشكال الاتصال. فحضرتك النهارده لما تيجي تبص على دورك كمدير مشروع 90% من دورك بيبقى اتصال، بيبقى to communicate whatever المسج اللي انت بتعمل لها communicate مع التيم ولا مع الناس اللي انت بتريبورت ليهم ولا مع العميل ولا مع government ولا مع اي جهه. في النهايه it is a type or form of communication. تمام؟ يريد بس المهندس احمد يخلي الرسائل بتاعه الهوست دي تبقى بتاع رسائل الادمت للناس اللي بتدخل، ما يعني حقيقي بتشتتني يعني. معلش ثواني كده يا هندسه، ثواني خليك معايا بس. فزي ما احنا قلنا ان الاتصال في المشروع مهم جدا جدا. مشروعات كتيره بتفشل بسبب الاتصال، حقيقي مشروعات كتيره بتفشل بسبب الاتصال. طيب نسيب الهاني بادجر ونتكلم عن البروجكت كوميونيكيشن از ان افكتيف كوميونيكيشن في البروجكت. ايه هي الامبورتنس بتاعها؟ اول حاجه ان الافكتيف كوميونيكيشن سيرفيس از ذا فيري بيد روك اوف بزنس، هي الاساس اللي بيتبني عليه اصلا البزنس. كمان ات كان سوي بابليك اوبينيون، هي اللي بتقدر تاثر او تقود او تشكل الراي العام. انت النهارده عن طريق الكوميونيكيشن لو عملت بيان صحفي، لو طلعت في فيديو تعريفي عن المشروع، لو طلعت بتتكلم عن مشكله من المشاكل اللي هي مؤثره، فانت بتبقى يعني بالراي العام، انت بتبتدي الراي العام. طيب بتدي للتيم بتاعك sense of purpose. sense of purpose اللي هو احنا بنعمل المشروع ده ليه. طب احنا بنعمل المشروع ده ليه؟ هتقول لي والله طب ما هو ده يعني علاقته بالكوميونيكيشن. هقول لك هو انت اصلا لما هتيجي تفهم الناس او توصل لهم البيربس من البروجكت ده هتوصل لهم عن طريق حاجه زي اللي انا بعملها دلوقتي، انك تتكلم مع الناس. تمام. طيب persuade executives to increase funding، هتقدر عن طريق الكوميونيكيشن انك تقنع الناس القيادات ان هي تزود الفند للمشروع لو المشروع محتاج فند اكتر. كمان بوست بروجكت سكسس ريتس، تعلي مستويات الايه النجاح بتاعت المشروع. تمام. فيا جماعه الكوميونيكيشن في البروجكت هي الاساس وهي روح المشروع. مفيش مشروع بدون كوميونيكيشن، مفيش مشروع حتى لو الناس دي فيرتشوال تيم وكل واحد في بلد فهم اصلا مش بيتواصلوا او مش بيبتدوا يعملوا شغل، الشغل ما بيطلعش للنور غير بالكوميونيكيشن. تمام. طيب في حته هنتكلم عليها اللي هي الكومبلكسيتي اوف كوميونيكيشن تشانلز. فبيقول لك ان كل ما زاد عدد الناس في المشروع كل ما زادت عدد القنوات بتاعت الاتصال. طب نعرف ازاي قنوات الاتصال في المشروع؟ عندنا رول بتقول لي ايه؟ نمبر في تشانلز يساوي n في n minus 1 over 2. n دي اللي هي يا جماعه number of stakeholders، بمعنى ان انا لو عندي في المشروع بتاعي 3 stakeholders فهقول 3 في 3 ناقص 2 على 1. 3 ناقص 2 بكام؟ 3 ناقص 2 ب 1، صح؟
وهنا سوري 3 ناقص 1 ب 2، 2 في 3 ب 6، 6 على 2 ب 3. يبقى انا لو عندي الـ number of stakeholders 3 هيبقى عندي كام؟ 3 channel. صح؟ انا اتكلمت صح يا جماعه ولا غلط؟ انا غلط. لا يعني تعال نشوف هنا كده number of communication channels. لو عندي 2 people فهتبقى هي ايه؟ channel واحده اهي مش محتاجه. ولو طبقت عليها القانون هنا هتلاقيها مظبوطه، 2 في 2 ناقص 1 على 2. طيب 2 ناقص 1 بكام؟ ب 1، 1 في 2 ب 2، 2 على 2 ب 1. يبقى الـ number of communication channels في حالة إن هم 2 بقت إيه؟ 1. طب في حالة إن هم 3، 3 في 3 ناقص 1 على 2، 3 في 3 ناقص 1 يبقى كام؟ كأننا بنقول 3 في 2، تمام؟ طيب 3 في 2 ب 6 على 2 يبقى 3، في حالة الـ 3 بيبول 3 communication channel. طيب في حالة الـ 4، حالة الأربعة تعالى نطبق نفس الكلام، 4 في 4 ناقص 1 على 2، 4 ناقص 1 ب 3، 3 في 4 ب 12 على 2 فيها كام؟ فيها 6 أهو. في حالة الأربعة بيقول هم 6، طب تعالى نشوفهم كده على أرض الواقع هم فعلا 6 ولا لأ. طيب أدي 1 أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4 أدي 5 أدي 6. طيب انت لو جيت تعمل على ارض الواقع وحطيت الاربعه كده وما كنتش حاطط الاسهم دي كلها وجيت توصل هتلاقيهم فعلا برضو انهم ايه؟ سته. طيب تعالوا نشوف الكوميونيكيشن دايمنشن اللي هي الابعاد بتاعه الكوميونيكيشن، في انترنال واكسترنال، يعني within البروجكت او مع حد خارج البروجكت زي الكاستمر او الفندور او اي حاجه في الايه؟ في الجفرمنت والدنيا. طيب في البعد الثاني فورمال وانفورمال، فورمال زي الكورس والمينس والبريفنج، وانفورمال هصدمكم واقول لكم الايميلز والميموز والاد هوك دسكشن. طبعا الناس دلوقتي قاعده سامعه ازاي الايميل يبقى انفورمال، ده كنا احنا اصلا لما بنحب نعمل اي كوميونيكيشن خلال فورمال نقول له ابعت لي ايميل. طيب بصوا يا جماعه هي القصه هنا ببساطه دي وجهه نظر البي ام اي في الايميلز ان هو بيقول عليها انفورمال. ليه بقى؟ ليه بيقول عليها انفورمال؟ اولا لان انت تقدر او السيرفر نفسه بتاع الايميل ده بسبب ما ممكن يحصل عليه هاكينج، ممكن يحصل تلاعب في الايميلز، ممكن يحصل تلاعب في اكتر من حاجه، فهو هنا بيعتبرها كده. بس في النهايه انا من الناس اللي شايفه ان احنا نقدر نعتبر الايميل فورمال دايمنشن او فورمال واي او ميثود of communication، وحضرتك في شغلك بتتعامل مع الايميل بالشكل اللي انت شايفه. انت الايميل عندك في الشغل محل ثقه وتقدر تشتغل بيه خلاص اتس اوكي. فدي وجهه نظر البي ام اي وكل واحد من حقه يحط وجهه نظر. طيب عندنا كمان فيرتيكال وهورايزونتال. فيرتيكال ان انت بتتعامل كوميونيكيشن فوق او تحت، بمعنى انك بتتواصل مع السينيور مانجمنت او مع السب اوردنتس اللي موجودين تحتيك، او هوريزونتال يعني تتعامل تواصل مع اللي زيك. سواء بقى انا دايما مش بتكلم هنا يا جماعه مدير المشروع كمدير مشروع، انا ممكن اكون بتكلم عن حد في فريق اداره المشروع، ممكن اكون بتكلم عن حد في دومين تاني يعني غير فكره ان مدير المشروع يعني. حتى لو مدير المشروع ممكن يكون بيتكلم مدير مشروع زيه. طيب ايه تاني؟ في اوفيشال وان اوفيشال. طيب احنا من شويه قلنا فورمال وانفورمال ودلوقتي بنقول اوفيشال وان اوفيشال. طيب ايه الفرق يا باشمهندس ما بين اوفيشال وفورمال؟ عشان ترجمتهم الاثنين في اللغه العربيه رسمي. فانا ايه الفرق بقى لما اجي اقول دي اوفيشال ودي فورمال؟ طيب بصوا يا جماعه لما نيجي نتكلم عن فورمال وانفورمال فاحنا هنا بنتكلم عن الشكل بتاع الوسيله او الاتصال، لكن لما نكون بنتكلم عن الاوفيشال بنتكلم عن الاوريجين بتاع الحاجه دي. بمعنى ان اوفيشال يعني صادره، يعني مثلا تيجي تقول دلوقتي دي الاوفيشال بيج بتاعت وزاره الداخليه، دي معناها ان دي الصفحه اللي بتمثل او صادره
الداخليه اوفيشال من حيث الاوريجين بتاعها، الاوريجين ان هي صادره عن مين؟ عن وزاره الداخليه. طيب الشركه الفلانيه حصل عندها شيء ما، و والله في حد في الشركه قال لي معلومه ما او الكلام ده كله، هل نعتبر المعلومه دي اوفيشال؟ لا. لكن لما يبقى في نيوز ليتر او بيبقى في بيان صحفي صادر عن الشركه بنقول ان ده ايه؟ بيان صحفي رسمي، اوفيشال ستيتمنت او اوفيشال بيس ستيتمنت طلع من الشركه. اذا ان هي تكون اوفيشال او ان اوفيشال معناها ان هي تكون صادره فعلا عن الجهه دي او بتمثل الجهه دي، ولكن فورمال وانفورمال ده بيكون الشكل بتاع التواصل نفسه، الشكل ده فورمال ولا انفورمال. طيب عندنا دايمنشن تاني اسمه ريتن واورال. ريتن وايه؟ واورال. ريتن يعني مكتوب، واورال يعني منطوق، مش محتاجه حاجه. طب عندي حاجه اسمها فيربل ونون فيربل. طب يا عم ما انت كل شيء عمال تلخبطنا، تقول لي فورمال وترجع تقول لي اوفيشال، دلوقتي بتقول لي اورال وفيربل، ايه الفرق بقى؟ ما احنا دايما لما بنيجي نقول الكلام دوت مكتوب ولا لا فبنقول، لو لا بنقول فيربل يعني. طيب الفرق ما بين اورال وفيربل ان اورال معناها شفوي يعني منطوق، تمام، ولكن فيربل معناها لفظي، اي يوجد في الفاظ تعبر عنه. طب ايه المقابل بتاع فيربل؟ اللي هو النون فيربل. طب ايه النون فيربل؟ اللي هو ليس فيه الفاظ. كما لو كنت مثلا انا اقوم اعمل لك بايدي كده، تمام، معناها تعالى، دي كده نون فيربل كوميونيكيشن. او ان انا اول ما انت تدخل اقوم قايم مثلا ضاحك او اقول حاجه معينه، انا كده عملت ايه؟ نون فيربل كوميونيكيشن. او اقوم مثلا اعمل لك كده، تمام، طب ما هي كده دي معناها ايه؟ انت اكيد دلوقتي لو بتسمع بس المحاضره لازم تقوم تبص على الكاميرا دلوقتي او تبص على الشاشه، لما اعمل لك كده دي معناها ايه؟ تمام. فدي كون ان انت فهمت حاجه من اللي انا عملته، اذا في مسج وصلت، اذا في انفورميشن وصلت، يبقى اذا هنا في نون فيربال مسج حصلت، اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بودي لانجوج او فيشال اكسبريشنز. كمان عندنا مثلا لما تيجي تشوف في القاهره في مصر، فبعض المواصلات بتبقى في اشارات معينه بحيث ان يحصل اتصال من على بعد بين السياره او قائد السياره او الشخص اللي بنسميه عندنا التباع او الصبي او الكلام ده كله، وما بين الناس اللي واقفه في الشارع، عشان الناس دي بتبقى مستنيه باصز رايحه في اتجاهات محدده، مش كل الباصز بتبقى تنفع لكل الناس. فتلاقي ناس مثلا تعمل كده، تعمل كده، ده معناها الدقي، تمام، في ناس تعمل كده السابع، في ناس تعمل كده كده ميدان الجيزه. فالاشارات كلها تعتبر نون فيربال، نون فيربال، تمام. طيب في نتكلم كمان عن مهارات الاتصال. مهارات الاتصال كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا بتحتاجها عشان نقدر نقول ان عندك كوميونيكيشن سكيلز عاليه. طب اول حاجه انت محتاجها عشان يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز عاليه هي ايه؟ listening actively and effectively. وخلي بالك في فرق ما بين listening والhearing، تمام، ان انت تهير حاجه وان انت تlisten حاجه تانية. الفرق ما بين الاستماع والانصات او السمع والانصات، تمام. ف اللي احنا بنتكلم عليه هنا listening actively and effectively. من اهم مهارات الاتصال يا جماعه هو انك تعرف تسمع كويس، تعرف تنصت كويس actively and effectively. هنشوف تفاصيلها دلوقتي، ازاي ابقى شخص بيسمع actively و effectively، يعني ازاي لو انا مش عارف ابقى كده ازاي ابقى كده، اتعلم دلوقتي اعمل ده ازاي. طيب تاني مهارة questioning and probing ideas and situation، ان انت تكون بتعرف تسأل. من ضمن الحاجات المهمة جدا في انك تكون تقييم النتائج بتاعت حاجات على الانترنت او بتوصل للي انت عايزه على الانترنت، هو انك تكون بتعرف تسأل جوجل كويس. انت لما تكون ما بتعرفش تسأل كويس فانت مش هتعرف توصل للاجابة المناسبة. فاحد اهم مهارات الاتصال قدرتك على توجيه الاسئلة الصحيحة للاشخاص المناسبين، عشان تقدر تأكد الفهم وتقدر تطلع الافكار من الناس.
طيب ثالث حاجه educating، ان حضرتك في موقع عملك هيبقى مطلوب منك انك تيديوكيت الناس عشان تانكريز النوليدج بتاعهم وعشان تخلي الناس مور افكتيف معاك. ايه كمان مهاره من مهارات الاتصال؟ فاكت فايند، قدرتك على التوصل الى الحقيقه، قدرتك على التوصل الى الحقائق. ان انت بتبص تلاقي يعني مثلا ايه، انا احيانا بيجي لي كده افادات فيدباك يعني بان الحاجه الفلانيه خلصت ودي عملت. طيب ما هو انا برضو لازم اشك ولازم احتاط من الاخطاء اللي ممكن تحصل من بعض اعضاء الفريق اللي هم قليل الخبره، تمام؟ فانا بيكون عندي طريقه عشان اقدر اوصل بيها للحقيقه وللفاكس. فبقول للناس طيب يعني هي الحاجه الفلانيه وصلت يوم كذا ولا اتبعتت يوم كذا، تمام؟ فقدرتك على انك تقدر تستخلص الحقائق دي احد اهم مهارات الاتصال. Setting and managing expectations دي مهمة جدا، مهم ان حضرتك تقدر تشكل وتدير توقعات كل الستيك هولدرز معاك، ودي احد اهم مهارات مدير المشروع، ان هو يقدر يست ويمانج الاكسبكتيشنز، يقدر يست ويمانج الاكسبكتيشنز، تمام؟ تقدر تقول مثلا، تقدر توصل للسينيور مانجمنت او توب مانجمنت في الشركه تقول له والله احنا الشهر ده مش هنقدر نحقق نتائج كويسه لان احنا بنمر دلوقتي مثلا بشهر رمضان، وحضرتك عارف ان الانتاجيه عندنا مش هتكون عاليه، فاحنا الشهر ده مش هنحقق نتائج، بس ان شاء الله الشهر الجاي هنعوض. انت هنا عملت ايه؟ انت خليت الاكسبكتيشنز بتاعت السينيور او التوب مانجمنت منك مش عاليه، فبقى خلاص عارف ان الشهر ده غير ان انت سايبه او ما بتقولوش حاجه او مفهمه الدنيا تمام، ويجي اخر الشهر يتصدم بان في نتائج سلبيه، تمام؟ طيب دي اللي هي سيتنج. طب مانجنج اكسبكتيشنز بقى ايه؟ ان انت اصلا لو جيت شغال مع ناس ولو لقيت الاكسبكتيشنز مش هي اللي هتحصل او بعيده عن الواقع، ففي الحاله اللي زي دي، طب معلش يا جماعه، هو كان في بس مشكله في النت وتمام، هي بس احيانا بتيجي كده لحظه. سيتنج اند مانجنج اكسبكتيشنز، ان انت تشوف لو التوقعات بتاعت مثلا انت رحت مسكت مشروع وكان في حد شغال كان مدير مشروع قبلك ومشي وانت مسكت مدير مشروع، هتبتدي تشوف الناس وتشوف فريق العمل وتشوف القيادات اللي موجوده عندك في المشروع. قد يكون اللي كان موجود قبلك مفهمهم ان هم مثلا هيترقوا في وقت معين او هياخدوا مكافئات معينه او ان المشروع دوت بيتعمل عشان كذا وكذا. فحضرتك لو لقيت الاكسبكتيشنز دي مش هي اللي هتحصل، فحضرتك لازم تبتدي تمانج وتغير الاكسبكتيشنز دي عشان تبقى متفقه مع اللي هيحصل فعلا في المشروع، عشان في اخر المشروع يجدوا ما توقعوا، يجدوا ما توقعوا. طيب ايه تاني؟ persuading a person, team or an organization to perform an action. قدرتك على الاقناع احد اهم مهارات الاتصال اللي المفروض تكون موجوده عندك. persuading a person, a team or an organization to perform an action، تقنع حد، شخص او فريق او جهه او مؤسسه عشان تنفذ حاجه معينه. طيب motivating to provide encouragement or reassurance، ان حضرتك تقدر تحفز الناس اللي بتشتغل معاك. احد اهم مهارات القياده وبرضو ان انت بتحتاج فيها مهارات اتصال، يعني ممكن تكون انت عندك قياديا عندك قدره على التحفيز بس ما بتعرفش توصل ده للناس، ما بتعرفش تقول لهم، بتقوله لهم بطريقه ممكن ما تحفزهمش. فقدرتك على انك تقدر تقول التحفيز بالشكل المناسب احد اهم مهارات الاتصال. كمان الكوتشنج، كوتشنج اللي هو الارشاد والتوجيه، ان حضرتك تقدر تقعد مع حد في التيم وتقول له والله الحاجه الفلانيه دي ما كانتش كويسه والمفروض انا منتظر منك اداء افضل وممكن تعدلها بالشكل الفلاني. نيجوشيتنج كمان، ان انت تكون عندك مهاره التفاوض عشان تقدر تتفاوض وتوصل ل
ديل او لنقطة معينة. انت خلي بالك انت ممكن تتفاوض في تفاصيل فنية، ممكن تتفاوض في فلوس، ممكن تتفاوض في مدة زمنية، ممكن تتفاوض في حاجات كتيرة جدا. فقدرتك على التفاوض بتعتمد على قدرتك على الاقناع وقدرتك على انك تستخلص الحقائق، حاجات كتيرة جدا موصلة ببعضها يا جماعة. resolving conflict زي ما احنا شرحنا اصلا قبل كده انك ازاي تقدر تحل خلاف ما بين اتنين. summarizing, recapping and identifying the next steps، يكون عندك القدرة على تلخيص ما تم، وانك تقدر تقول يا جماعة والله احنا كده في الاجتماع ده اتفقنا على كذا وكذا وكذا، وان شاء الله الاكشن بتاعتنا هتبقى كذا وكذا وكذا. او انك تبقى انت مثلا قعدت دلوقتي قاعدة ومش انت اللي بتديرها، بس على الاقل خالص انت كنت مشاهد ليها، قدرت تلخص اللي طلع وعرفت ايه الحاجات اللي تهمك من الموضوع. فدي احد اهم مهارات الاتصال. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى listening actively and effectively، ازاي استمع بفعالية وبشكل يعني بشكل فعال وبشكل نشط. اول حاجة انك لما تيجي تسمع حد تبص له، to face a speaker and maintain eye contact، انك تبقى بينك وبينه في اتصال بصري. قدرتك على استيعاب ما يقوله وعلى انك تديله احساس ان انت مهتم بيه بتتناسب طرديا مع نظرتك ليه ومع احتفاظك بالاتصال البصري معاه. تاني حاجة في attenuated but relax، خليك مهتم، اظهر اهتمامك بس مش ببحلقة، ما تعملش starring للي قدامك، ما تبقاش حاسس ان انت بتقتله او بتحصره بعينيك. في فرق ما بين ان انا اكون مهتم وبصص لك وان انا ابقى بصص لك بقوة لدرجة ان انا ابقى بحصرك. تمام. طيب but relaxed، خليك relaxed وانت بتبص. keep an open mind، خلي دايما دماغك منفتح. دماغك منفتح او عقلك منفتح ده معناه ايه؟ معناه انك ما تبقاش عامل بلوك على افكار معينة، مهما يعني خلاص تسمع الكلمة الفلانية بتقفل. لا، اسمع، خلي دايما عقلك منفتح واستمع للي بيتقال وخليك معاه للاخر. listen to the words and try to picture what the speaker is saying، يعني اسمع الكلمات اللي بتتقال وحاول تتخيل او ترسم صورة للي بيقوله لك المتحدث. تمام. يعني حضرتك انت ما تبقاش بتاخد الكلام لوحده كده، حاول تتخيل الصورة. كل ما قدرت انك تتخيل الصورة كل ما كان في تأكد بنسبة اعلى انك فهمت واستوعبت وانصت للي بيتقال وادركت كمان ايه اللي اتقالك. don't interrupt or don't impose your solution، ما تجيش اول ما يقول لك الجمله الفلانيه ان انا كنتش عارف اركن، انا هقول لك تركن انت بقى ازاي، او يبقى بيحكي لك حكايه هي دي بقى الغلط، الغلط بتاعك دي غلطتك بقى، المفروض ما كنتش عملت الحاجه الفلانيه. ما تقعدش تقطعه وما تقعدش تقدم حلول في النص، سيبه يقول اللي عنده كله وبعدين لما تاخد فرصتك في الكلام ابقى اتكلم. لكن فكرة المقاطعة الكتيرة، فكرة ان انت تبقى عايز دايما تقول انا حصل معايا الموقف ده، او تبتدي تأكد انك شاطر وفاهم اللي بيقوله، ايوه انا فاهم اللي انت تقصده، انا مش عارف ايه، الكلام ده كله بيقلل فكرة انك تكون بتلسن actively and effectively. طيب ايه كمان؟ قالك wait for the speaker to pause to ask a clarifying question، يعني لو انت في حاجة عايز تستوضحها او عايز تفهم فعلا قال ايه، او في حتة مش واضحة بالنسبة لك، انتظر لحد ما يعمل بوز. ده هي السكتة اللي بتبقى في اخر الجملة قبل ما يبدأ جملة تانية، ما تخليهوش في نص الجملة او في نص الحديث بتاعه وتوقفه وتقطعه عشان تفهم انت تقصد ايه بالحاجة الفلانية. تمام. طيب ask a question only to ensure understanding، لما تيجي تسأل أسئلة بقى من النوع اللي قلناه في الخطوة اللي قبلها دي، اسأل الأسئلة اللي تخليك تأكد الفهم أو تفهم أكتر أو تفهم حاجة ما كنتش فاهمها. ما تقعدش تسأل أسئلة من باب الرد، من باب التعجيز، من باب انك تبين انك فاهم كل حاجة، او من باب ان انت تعجزه، او من باب انك تهزمه، او من باب ان انت تحطه في مربع واحد وتحصره. بلاش كده، خليك شخص
يسمع من اجل ان يفهم وليس من اجل ان يرد او يهاجم او يدافع عن وجهة نظر. تمام؟ try to feel out the speaker is feeling. لو المتحدث بيكلمك عن امر مثلا في شيء من الايموشنز، بيكلمك عن والدته توفت، بيكلمك عن ابنه مريض في المستشفى، بيكلمك عن بنته اللي نجحت في الثانوية العامة، ما يشعر به المتحدث حتى تكون على اتصال عالي معه، حتى تستطيع أن تدرك رسالته بكل ما يريد أن يقوله فيها. Give the speaker regular feedback. دايما ادي اللي قدامك فيدباك يحسسه ويأكد له أن أنت معاه ومتابعه وفهمه، وإلا هتبتدي تستنى البوز عشان تعمل clarifying questions. تمام؟ فأنت النهاردة لو أنت قاعد قدامي دلوقتي، فحضرتك المفروض أن أنا ببص لك عشان أفهم أو أعرف أنت فهمني ومتابعني ولا لأ، أنت عندك مشكلة ما ولا لأ، أنت أبص لعينيك، أبص لوشك، إيماءك خفيفة كده، مجرد كده أنك بتعمل لي كده بتأكد لي أنا سمعك، أنا فهمك، أنا متابعك، أنا الدنيا تمام. أنت هنا هتبقى إيه؟ effective and active listener. في الحالة دي هتبقى effective and active listener. أحيانا ما بنكون في مكالمة مع بعض بالتليفون ما بنشوفش وش بعض، وبالتالي الإيماءة دي ما بتبقى الظاهرة، بس بيبقى أحيانا في إيه بقى؟ أنت بتكلمني فأنا بقول لك ده اسمه فيدباك. هنا انا بديك برضو فيدباك، بقولك انا معاك، انا متابعك، انا سمعك. لذلك لو انت وقفت كنت تقول وقفت، حتى ايه بيقولك انت معايا، انت سمعني، هو هنا عايز تاني الفيدباك اللي حضرتك كنت بتديهوله، لان هو ده اللي بيخليه يستمر في الكلام. اخر حاجة خالص، pay attention to what isn't said to non-verbal cues. انا النهاردة لما تيجي تقول لي انا قصرت معاك في حاجة، فانت السؤال كان نوع من انواع سؤال استنكاري، فانا صراحه ما رضيتش احرجك ورحت قايل لك ايه، لا بس حضرتك بص لوشي، انت شايف وشي بيقول لا، انا ممكن اكون بقول لا بس من جوايا اه. فحضرتك لازم تبقى ذكي كفايه انك تقدر تعرف هو ايه اللي ما كانش في العباره دي، هو كان عايز يقول لا بس مش عارف في كذا بس اتحرج يقولها. طيب ما حضرتك لازم تاخد بالك من ده، انت النهاردة قاعد بتقول اعمل اجتماع وقلت للناس احنا قررنا نعمل 1، 2، 3 وكل واحد هيعمل كذا وكذا وكذا، حد عنده اعتراض؟ فراحوا بالصين كلهم لبعض كده لو ايه وقالوا لا ما حدش يتكلم. بس حضرتك لازم يكون عندك الذكاء الكفاية انك تقدر تقرا لو في حاجة. انا ببقى عامل ميتنج وبعدين ابص الاقي رد فعل زي كده، اقول لهم انا حاسس ان في حاجة انتوا عايزين تسألوها بس مش عارفين تقولوها، او ان في مش عارف عندكم ايه، او انا لامح كده ان انتوا مهنئين خير، انتوا في اخر اليوم عايزين بريك، الكلام كتير كده عليكم، نعيد بعد شوية، وهكذا. فانت لازم يكون عندك اهتمام بما لم يتم يعني النطق به. تمام؟ ممكن تبقى في حاجة كده يتقراها من البادي لانجوج. طيب طيب ازاي تبيلد افكتيف تيم كوميونيكيشن؟ ازاي تبيلد افكتيف تيم كوميونيكيشن؟ اول حاجه تو بي ان افكتيف كوميونيكيتور. حضرتك في موقعك سواء كنت مدير مشروع او حد في فريق اداره المشروع، لازم انت شخصيا تكون افكتيف كوميونيكيتور. طب ابقى افكتيف كوميونيكيتور ازاي؟ نرجع لهنا، بص كده الكوميونيكيشن اللي مهم قوي listening actively and effective. وايه كمان؟ حضرتك لازم تساعد في ان الناس تتكلم بشكل مفتوح. طيب be a communication expediter، سهل ان الناس تتكلم مع بعضها، سهل ان يبقى في communication، يعني خلي ان الناس لما تحب تعمل حاجه تبعت لك على طول، تخش تكلمك، تروح تتواصل بشكل مباشر، ما تخليش التواصل معاك صح. طيب minimize communication blockers. communication blockers يا جماعة ان انت مثلا يبقى في نوع من الانواع، لو حد دخل قالك على حاجة، انت مين اللي قالك على الفكرة الغبية دي؟ انت مين الحمار اللي قالك على المش عارف ايه؟ طب ما الراجل ده بعد كده مش هيجي يتكلمك، الراجل ده هيخاف من الاهانة دي، او ان حد يجي يقول لك اقتراح فتقول له لا،
مش هينفع. طيب ممكن يبقى لا بس بشكل تاني. اه والله الفكره بتاعتك فعلا فكره حلوه بس ممكن نحتاجها في اخر المشروع. طب ايه رايك تخليها كده معاك وتعرضها علينا في اخر المشروع؟ دي برضو من ضمن الكوميونيكيشن بلوكرز، فكره ان انا ابقى اصلا مخلي يعني مثلا لو مدير انا يبقى الوصول ليا صعبه اصلا، يبقى فكره ان اصلا كون ان انا اجيلك انا هعدي على 3 4 قبلك هيخلوني ازهق من نفسي وابقى عايز دايما اللي انا عايز اقوله ده لازم يبقى مترتب ومتنظم ومكتوب ومش عارف ايه. لا حضرتك ارفع كل البلوكرز اللي ممكن تعيق الكوميونيكيشن، تمام؟ مش لازم كل حاجه متظبطه، بالعكس انت ممكن تسمح لموظف صغير في بينك وبينه اثنين مديرين يجي في وقت معين في مشكله كريتيكال تسمح له يجي يقول لك، بس ده ما يبقاش على طول. انت مثلا عندك مسار للاتصالات اوكي نحترمه، بس ما فيش مانع ان في حالات الامرجنسي لا يدخل ويقول، تمام؟ طيب يوز ا تايت ماتريكس. تايت ماتريكس معناها ايه؟ معناها ان مثلا ان معلومه معينه عشان توصل لك بتمر على 5 6 قبلها. طب ما نخلي الدنيا قريبه من بعضها. الماتريكس بتاعت الاتصالات بتاعتنا يبقى زي مثلا فيها تو ليفلز بالكتير، يعني المعلومه بتطلع من هنا تجيلك، يعني المعلومه بتطلع من هنا تعدي على واحد وبعدين تجيلك، انما ما ينفعش تعدي على 3 4 مثلا. خلاص have a war room. war room هنا مقصود بيها يا جماعه ان دايما يكون عندك مكان بتجتمع فيه مع الناس وتقعدوا تتكلموا، ما يبقاش يعني ما يبقاش عندكم بتتواصلوا اه بس كلها بتتواصلوا اه بس مش عارف، لا يبقى دايما عندنا اوضه بنقعد فيها بنتكلم في كل اللي عايزينه دايما. ماشي الاوضه دي يعني ممكن تبقى اوضه اجتماعات، ممكن تبقى الفسحايه اللي قدام الموقع، ممكن تبقى اي حاجه يعني، بس عندنا مكان حتى لو برافان بنتقابل فيه بنتكلم، تمام؟ طيب مانج بروجكت ميتنجز افكتفلي، لازم تدير اجتماعات المشروع بشكل فعال. تبعت تقول للناس قبل الاجتماع احنا هنجتمع عشان نناقش 1 2 3، يبقى اذا دي اجنده الاجتماع. طيب احنا دي اجنده، اي ايه الاوبجيكتيف اللي عايزين ناخد قرارات في 3 مواضيع مثلا. الموضوع الفلاني ده وده وده، عايزين ناخد قرار في كذا وكذا وكذا. هل المده بتاعت الاجتماع تبقى متحدده، ان كمان في الاجتماع يبقى الكلام متنظم ونمشي حسب الاجنده، تمام؟ نيجي في اخر الاجتماع نعمل تلخيص اتفقنا على 1 2 3 4 والاكشنز بقت عند فلان وفلان وفلان كده. انت هتخلي الناس تروح دايما للميتنج بتاعك وهي مش متقدره وهي مش متضايقه. كمان في الميتنج ما تبقاش جايب الناس عشان انت تتكلم وهم يقعدوا يسكتوا ويسمعوا وخلاص، لا اسمح بالمشاركه، اسمح بالمشاركه بس في حدود بحيث ان هي ما تخليهاش ايه تتحول لنادي اجتماعي، بس اسمح بالمشاركه، اطرح الفكره وقول والله يا جماعه انا شايف كذا، انتوا شايفين ايه؟ او الموضوع الفلاني اصلا ما تقولش انت شايف فيه ايه، اطرحه واسمع راي الناس وبعدين ايه اتكلم. خلاص؟ فدي كانت الجزئيه بتاعت الايه؟ دي كانت الجزئيه بتاعت ال effective team communication. في كمان عندنا حاجه اسمها ايشولوج. ايشولوج ده مهم جدا يا جماعه. الايشولوج عباره عن اعتبره ورقه، اعتبره ملف، اعتبره سجل، اعتبره اي حاجه. بنسجل فيه ايه؟ بنسجل فيه اي حاجه عايزه تتابع وتتحل. اي حاجه عايزه تتابع وتتحل. يعني كنا متفقين مع مورد معين ان هو بيورد لنا البضاعه بمواصفات معينه، فلما جه جابها فيها مشكله. طيب ما ايه المشكله ما تستلمهاش؟ طيب بس انا عندي مواعيد معتمد على البضاعه اللي هو جايبها، طب انا هستلمها بس هو ممكن موافق ان انا اشتغل كده بس يخفض لي في السعر. طب انا عندي هنا امر محتاج ان هو يتابع وفي اداره ماليه هترد. انا ظهرت لي ايه ده يا جماعه؟ انا عامل ضبط مصري. او جبت معده وجبت حاجات وجبت بس جيت عاملهم مع بعض ما ادونيش النتيجه اللي انا عايزها او ما ادونيش النتيجه المطلوبه. فانا هنا بقى عندي ايشو انا عايز اخلص منها. او ان انت في بعد ما جيت اشتغلت لقيت انستابيليتي في التيار الكهربائي في الموقع، فانت عندك هنا ايشو ان في انستابيليتي، فهتبتدي تكتب الانستابيليتي دي وتتابع وهكذا. طيب ايه اللي بيتم في الايشو لوج؟ قال لك ايشو لوج از ايشو لوج اور اكشن ايتم لوج كان بي يوز تو دوكيومنت اند مونيتور ذا سولوشن اوف ايشوز. الايشو دي زي ما قلت لكم يا جماعه حاجه محتاجه متابعه او مشكله محتاجه حل. حاجه محتاجه متابعه او مشكله محتاجه ايه؟ حل. An issue is clarified and stated in a way that it can be resolved. بتتحط او بتتكتب او يتم ادراجها بالطريقه اللي تسمح بمتابعتها وحلها، تمام؟
An owner is assigned and a target date is usually established for closure. The owner بيكون assigned. The owner ده مش owner المشروع. أنت بتدي للتاسك دي owner أو بتدي للإيشو دي owner. بتقول والله أنا عندي مشكلة في الماتيريالز فأنا همسكها، أنا هخلي الراجل بتاع المخازن هو الأونر بتاعها يحل لي المشكلة دي، أو الراجل بتاع المواد والكميات مثلا، تمام؟ هو اللي يبقى الأونر، وهنديله تارجت ديت إن على يوم كذا يكون خلصها وحلها. فنبتدي نقول والله الإشو الفلانية دي الأونر بتاعها كذا، والتارجت ديت بتاعها. طيب unresolved issues can be a major source of conflict and project delays. في issues قعدت ما تحلتش ممكن تسبب لي بعد كده conflict وتسبب لي delay وتسبب لي ان انا مقدرش احقق مواصفات وحاجات تانية. خلاص خلينا بقى project communication تبقى بعد البريك يا جماعه، تمام؟ هناخد دلوقتي بريك الساعه 8 project communication. كل اللي فات ده كنا بنتكلم عن ال communication بشكل عام. طيب معلش ثواني، مطلوب منك في إدارة الاتصالات إن أنت تحدد مين عايز إيه، إيه المعلومات اللي المفروض تروح لمين، وتروح بأنهي شكل، وتروح إمتى، وتروح بأنهي إمباكت، تمام؟ وتنفذ ده فعلاً، وتطمن إن اللي تنفذ زي اللي تخطط بالظبط. تاني حضرتك مفروض تقول ايه اللي يحصل، مفروض تقول ايه اللي يحصل وبعدين تخليه يحصل، وبعدين تطمن ان اللي حصل زي ما انت كنت عايزه يحصل. ده اختصار البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت، تمام؟ طيب عشان برضو الوضع يبقى كلير، انت بتبتدي تمارس الكوميونيكيشن جوه المشروع قبل ما تعمل خطه اداره الكوميونيكيشن اصلا. انت لما بتقعد في الاول مع الستيك هولدر او السبونسرز، سوري، مع الستيك هولدرز او السبونسر، ده شكل من اشكال الايه الكوميونيكيشن. اول ما بتبتدي تجمع شويه معلومات عن المشروع عشان تبتدي تحط الحاجات الاساسيه، ده شكل من اشكال الكوميونيكيشن. بس احنا بنبقى مستهدفين بقيه بقى مده المشروع وبقيه الاكشنز اللي هتحصل، احنا بنبقى مستهدفين ان اللي جاي وقت بقى زحمه الشغل، ووقت ما تبقى الدنيا عاليه جدا في الشغل، ووقت ما نبقى كلنا مسحومين ومش عارفين نعمل حاجه، تبقى في خطه بنحتكم اليها وبننفذها وكل واحد عارف دوره وبيقوم بيها. هنفترض دلوقتي ان انت لسه بتبدا مشروع جديد، والناس بدات تعين ناس، وبدا المشروع يزيد، وبقى عندك مثلا في المشروع حوالي 70 80 فرد بيشتغل. فحضرتك المفروض تبقى بتاساين لكل واحد رول، مين هيعمل التقرير الفلاني ويوزعه لينا كلنا، ومين هيبتدي يبحث عن الحاجه دي ويجيب القراءات بتاعتها ويروح يتابع البرفورمانس في المكان ده، ومين اللي هيجيب لنا التقرير من الحته الفلانيه، ومين اللي هيتابع ان فلان بيعمل التقرير، ومين اللي هيطمن ان الداتا والتقارير وصلت للجهات المطلوبه، سواء كانت حكومه او توب مانجمنت او عميل او مالك او ايا كان، تمام؟ هنفترض ان البلديه بتاعت المدينه اللي حضرتك بتنشئ فيها المشروع بتلزمك بتقديم تقرير دوري كل فترة معينة عن تقدم الأعمال نتيجة إن أنت معينة في قطعة الأرض اللي أنت واخدها. فأنت النهاردة بقى مطلوب منك تقدم التقرير ده بشكل دوري، لازم يكون حد مسؤول، ممكن تكون أنت مسؤول لوحدك أو بتخلي حد يعمله وأنت ما زلت مسؤول. لازم تبقى عارف التقرير ده مكوناته إيه ومعلوماته إيه ودنيته إيه. فإدارة الاتصالات هي إنك تمانج الموضوع ده كله بشكل فعال وبشكل ناجح. فقال لك إن الـ Project Communication Management Processes provides the critical links among people and information
that are necessary for successful communication. The critical links اللي هي الروابط ما بين الناس والمعلومات اللي هي بتبقى ضرورية جدا لنجاح المشروع. تمام؟ طيب. Project managers can spend an inordinate amount of time communicating the project team, stakeholders, customers and sponsors. يقول لك مدير المشاريع بياخد وقت كبير جدا في ان هم يتواصلوا مع كل الاطراف سواء كان project team او stakeholders او customers او sponsors. تمام؟ طيب what is project communication management risk? Everyone involved in the project should understand how communications affect the project as a whole. ودي حته مهمه جدا لما باجي امسك اي مشروع ببقى حريص جدا ان انا ااكد على كل الاطراف اللي الاتصالات بتاعتهم هتكون مؤثره. يعني انت بيكون بيشتغل معاك ناس في حد بيبعت رسائل او بيتواصل او بيكوميونيكيت مع جهات ما. الشخص ده انت مش هتعمل كل حاجه بنفسك مع الشخص ده هيكوميونيكيت، لازم تعرفه قد ايه الكوميونيكيشنز ممكن تافكت المشروع، قد ايه كلمه معينه تتكتب غلط في تقرير او في اوردر او في حاجه ممكن تبقى ليها نيجاتيف امباكت على المشروع. تمام؟ طيب بيقول لك ان 90% من وظيفتك انت بتقضيها في انك يا اما بتطلب معلومات يا اما بتدي معلومات. تمام؟ يا اما بتطلب معلومات يا اما بتدي معلومات. Project manager must keep the customer and top management informed of project status. دول اهم اثنين stakeholder بالنسبة للايه للproject manager. Top management والايه والcustomer. لازم تخليهم دايما updated بالproject status. تمام؟ طيب مين ال stakeholders اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا؟ احنا هنشوف ال stakeholders دي لوحدها برضو في الشابتر بتاع في knowledge area بتاعت ال stakeholders. لكن مين مثلا؟ قال لك المانجمنت، السبلاير، البرودكت سيفتي، الكلاينت، الانجيجمنت مانجر، الليجل، البروجكت اشورنس، السيستم اركتكت، الفاينانس، البروجكت تيم، البيرشيسنج، اي حد انت في النهايه بتعمل معاه نوع من انواع الكوميونيكيشن. طيب في البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت حضرتك بتبتدي تتاكد ان بيحصل جينيريشن وكولكشن وديستريبيوشن وستورج وريتريفل والتيميت ديسبوزيشن للبروجكت انفورميشن. يعني البروسيسز بتاعت الكوميونيكيشن مانجمنت يا جماعه بتبقى مطلوب منها انها تتاكد ان حصل جينيريشن وكولكشن وديستريبيوشن وستورج وريتريفل والتيميت ديسبوزيشن للبروجكت انفورميشن بشكل ابروبريت وتايملي، يعني في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. في الوقت المناسب يا جماعه وايه وبالشكل المناسب. عندنا ثلاثه بروسيسز: لاند كوميونيكيشنز، مانج كوميونيكيشنز، ومونيتور كوميونيكيشن. تمام؟ موقع الكوميونيكيشن ويذن البروجكت مانجمنت بروسيسز اهو: لاند كوميونيكيشن في البلاننج، مانج كوميونيكيشن في الاكسكيوتنج، ومونيتور كوميونيكيشن في المونيتورنج اند كنترول. وزي ما انتم شايفين يا جماعه برضو من الحاجات الايجابيه احنا تقريبا خلصنا كل اللي فوق باستثناء الانتجريشن، وفضل لنا فقط اللي تحت زائد الانتجريشن. يعني فضل لنا ايه؟ فضل لنا ريسك، وفضل لنا بروكيورمنت، وفضل لنا ستيك هولدرز وانتجريشن. تمام؟ يعني باذن الله كده فضل لنا اربع محاضرات كمان. جميل، ونبقى خلصنا البي ال دي. طيب خير ان شاء الله، نتفائل باذن الله. طيب البلان كوميونيكيشن، في البلان كوميونيكيشن قال لك is a process of determining the project stakeholder information needs and defining a communication approach. تبتدي تشوف كل stakeholder ايه الانفورميشن نيدز بتاعته، وتبتدي تحدد الكوميونيكيشن ابروتش اللي هتتنفذ بيه الانفورميشن نيدز دي. تمام؟ طيب باختصار يا جماعه عايز اقول لكم حاجه كده لطيفه تفكروا دايما فيها. في بلان كوميونيكيشن انت عايز تجاوب خمس اسئله. عايز تجاوب خمس اسئله. اول سؤال مين؟ تاني سؤال يقول ايه؟ لمين؟ امتى؟ ازاي؟ تاني مين؟ يقول لي مين؟ ايه؟ امتى؟ ازاي؟ خمس اسئله.
اقولهم لك تاني عشان تحفظهم. مين يقول مين فين فين اهو. مين يقول لمين ايه امتى ازاي. مين يقول لمين ايه امتى ازاي. حضرتك لو جبت الخمس اسئله دول ان شاء الله هتقدر تدير الكوميونيكيشن بشكل كويس جدا جدا جدا. تمام. Who needs what information, when, how, by whom? Who needs what information, when, how, by whom? نيجي في plan communication. قال لك the communication plan allows the project manager to document the approach to communicate most efficiently and effectively with stakeholders. الابروتش ده يا جماعة معناه ايه؟ معناه الشكل اللي هنمشي بيه. الطريقة اللي هننفذ بيها الاتصالات. يعني انا عندي جهات مختلفة كتير. انا هقول لكم مثلا فور اكزامبل. انت ممكن تكون شغال في مشروع الاونر او توب مانجمنت ما بيحبش الايميلات. هو اخره رسائل واتساب. وتروح له بالعربي. وبدل ما تبقى رسائل كمان مكتوبة تبعت له اوديو مسج بالعربي. تقولها له كده. طيب. بينما الادارة المالية بتحتاج تقارير اداء او تقارير انجاز معينه عشان تشوف مستحق فلوس ايه، فبتبقى عايزه حاجه دوكيومنتد وتبقى بالايميل. اذا الابروتش اللي انا هنفذه مع الاداره الماليه غير الابروتش اللي هنفذه مع الاونر او السي او او التوب مانجمنت. تمام. طيب غير الابروتش اللي انا هنفذه مع التيم، التيم بيحتاج مني ان انا اجمعهم في مكان واقعد اتكلم معاهم، فده كده يبقى الابروتش المناسب للتيم. تمام. طيب لكن لما نيجي احنا نتفاهم مع جهه خارجيه خالص، لا ده انا هحتاج اعمل برزنتيشن باوربوينت واعرضها للجهات دي، سواء كانت بنك، جهه هتمول، مستثمر محتمل، ايا كان. بنعمل باوربوينت برزنتيشن وحد بيقوم يعملها ويلقيها ويعرضها قدام الناس. فكل ستيك هولدر وليه نيدز، والنيدز بتاعته بيبقى ليها ابروتش عشان تتحقق. جميل. انا بحاول بس يعني ايه، انا عانيت يا جماعه في اول ما كنت بدرس اداره المشروعات ان انت بتتعامل مع حاجات بينك وبينها مسافه، او كلام نمطي، او كلام متركب كده بشكل كويس بس ما بتعرفش تدخله في دماغك، ما بتعرفش تربطه بالواقع اللي فعلا بيحصل. فانا اللي حصل ان انا قضيت الوقت ده كله، وان انا حطيت لنفسي هدف ان انا اربط اللي مكتوب واللي موجود ده بالواقع. لذلك انا بحاول دايما اديك اكزامبلز عن ايه المقصود، وان ده فعلا بيحصل وبيحصل بالطريقه الفلانيه. تمام. وبالتالي هنا انا لما ايه قلت لك بقى الانفورميشن نيدز قلت لك زي ايه، وقلت لك ابروتش قلت لك زي ايه، عشان تبقى وانت بتشتغل تحس ان الكلام ده انت فعلا ممكن تعمله، انت بتنفذه بس محتاج شويه تنظيم. تمام. The plan communication process is tightly linked with enterprise environmental factors. ان عمليه الاتصال او تخطيط الاتصال دايما بتبقى مرتبطه قوي بالاي اي اف. ليه يا جماعه؟ لان الاورجنايزيشن ستراكشر بيكون ليه امباكت جامد جدا على الكوميونيكيشن ريكويرمنتس. يعني انت لو شغال في مؤسسة projectized هيبقى طريقة التواصل والاطراف اللي المفروض تتواصل معاهم ليها شكل معين. بينما لو شغال في weak matrix مثلا او functional organization، فساعتها التواصل هيبقى بيمر بمراحل انك لازم تكلم الفانكشنال مانجر والفانكشنال مانجر يكلم الناس اللي عنده وي. الكلام ده كله الorganizational structure بيكون ليه تأثير كبير على شكل الاتصال وعلى متطلبات الاتصال. طيب الـ effective والـ efficient in communication. عشان نقول effective communication معناها ان المعلومات تتقدم بالشكل الصحيح في الوقت الصحيح للشخص الصحيح بالقوة او بالإمباكت الصحيح. دي معناها الـ effective information. Communication. طب الـ efficient communication معناها انك تقدم فقط المعلومات المطلوبة. من ضمن اكتر الاخطاء اللي بيقع فيها ناس كتير في اي شغل انك تطلب منه معلومة يقوم يديك كل المعلومات.
او يقوم يديك تقرير كامل او يقوم باعت لك حاجه كومبريهنسيف جدا. طب انا مش عايز ده، انا عايز خاصه لو اللي بيطلب منك الريبورت حد في التوب مانجمنت او سي اي او او في البورد او الدنيا دي. الناس دي ما عندهاش لا وقت ولا طاقه يقعد يقرا كلام كتير جدا. ما تبعتلوش ريبورت من 50 ولا 70 صفحه، لا تبعت له ريبورت من صفحتين ثلاثه بالكتير يلخص له المشروع. وبالتالي دي كده بنتكلم برضه في الافيشنت كوميونيكيشن. تعال ناخد حاجه تانية. لو انا مثلا بدي تقرير اداء خاص بقسم التسويق، فانا ادي للتسويق فقط اللي يحتاجوه، ما اروحش ادي له كل الداتا اللي ممكن يبقى فيه نوع من انواع اساءه التصرف انك بتديها له. بقى بيعرف معلومات ما كانش المفروض يعرفها، بقى بيعرف حاجات ما كانش المفروض توصل له، تمام؟ وبالتالي ادي الشخص معلومات على قد ما هو محتاج فقط، تمام؟ means providing only the information that is needed. اوكي، نيجي للاول بروسيس عندنا هنا، هي بلان كوميونيكيشنز مانجمنت. بلان كوميونيكيشنز مانجمنت نبدا من عند الاوتبوتس. كوميونيكيشنز مانجمنت بلان ده اول اوتبوت واهم اوتبوت، وهو ده تقريبا الرئيسي، هو ده الاوتكم الرئيسي بتاعي، خطه اداره الاتصال. وبنعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلان ابديتس، وبنعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلان، وبنعمل ابديت في البروجكت دوكيومنتس كمان. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ عندي التشارتر، وعندي المانجمنت بلان، وعندي الدوكيومنتس، وعندي الاي اف والاو بي. دي الايه؟ الانبوتس بتاعتي يا جماعه. طيب عندي ايه كمان؟ عندي اكسبرت جادجمنت هنا في التولز يعني، وعندي كوميونيكيشن ريكويرمنتس اناليسيس، وكوميونيكيشن تكنولوجي، ومودلز، وميثودز، وانتربيرسونال تيم سكيلز. وجوه الانتربيرسونال تيم سكيلز في كوميونيكيشن ستايلز اسسمنت، وفي بوليتيكال اويرنس، وكالتشر اويرنس، وفي كمان عندي داتا ريبريزنتيشن اللي هي فيها ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس اللي هناخدها في الستيك هولدرز، وفي ميتنج. تعالوا نشوف الحاجات اللي قلنا عليها. اول حاجه الكوميونيكيشن ريكويرمنتس اناليسيس. فبنعمل اناليسيس للمتطلبات الاتصالات دي ازاي؟ اول حاجه تكومباين التايب اند فورمات اوف انفورميشن نيدد وذ ان اناليسيس اوف ذا فاليو اوف ذا انفورميشن. يعني احنا محتاجين هنا يوصل تقرير او رساله او مكالمه او ميتنج او اجتماع. فبتعمل الكلام ده وبتيجي تشوف الفاليو اوف انفورميشن، ايه هي اهميه عمليه الاتصال دي، هتبقى مهمه قد ايه. يعني انا المفروض لو الحته دي وقعت مني ايه اللي يحصل. وبعدين ديتيرمين انفورميشن نيدز اوف ذا بروجكت ستيك هولدرز، تبتدي تشوف انت عندك اصلا كام تشانل، التشانلز اللي عندك قد ايه. طب ده بيتحدد بناء على ايه؟ بناء على النمبر اوف ستيك هولدرز. بنطبق نفس الفورمولا اللي كانت موجوده عندنا. تالت حاجه تبتدي تحصر سورس اوف انفورميشن تو ايدنتيفاي اند ديفاين بروجكت كوميونيكيشن ريكويرمنتس. زي ايه مثلا؟ انت النهارده عشان تجمع او تبتدي تحط خطه اتصالات لمشروع محتاج تشوف الاورجنايزيشن تشارت، محتاج البروجكت اورجنايزيشن اند ستيك هولدر ريسبونسبيلتي ريليشن شيب. البروجكت اورجنايزيشن يا جماعه اللي هي هيكل او فريق المشروع او الجهات اللي متداخله معاك في المشروع. وستيك هولدر ريسبونسبيلتي ريليشن شيب معناها ان مين مسؤول عن ايه، وايه العلاقات ما بين الستيك هولدرز وبعضهم. عشان مثلا يعني انت ممكن تعتقد ان ده ستيك هولدر ملوش علاقه بالتاني، ولسبب ما حضرتك مضطر تخفي جزء من المعلومه او تقول معلومه بشكل مختلف للستيك هولدر وتقولها بشكل تاني للستيك هولدر تاني. فلازم تبقى فاهم العلاقات ما بين الستيك هولدرز عشان ما تقولش حاجات وهم يعرفوها من بعض وبعدين يجوا يقول لك انت قلت هنا كذا وقلت هنا كذا. disciplines, departments and specialties involved in the project. ايه هي الاقسام والتخصصات اللي داخله عندك برضو في المشروع، تمام؟ اللوجيستكس اوف هاو ماني بيرسونز ويل بي انفولفد وذ ذا بروجكت اند ات ويتش لوكيشن. بتشوف اللوجيستكس بتاعت الاشخاص نفسهم، في عندنا كم واحد في كل
لوكيشن من لوكيشنز ومين انفولفد معانا. طب ايه هي الانترنال انفورميشن نيدز؟ يعني انا محتاج ابعت تقرير شكله ايه داخليا ولمين؟ وايه هي الاكسترنال انفورميشن نيدز؟ مين اللي انا المفروض اطلع له؟ مين من بره المشروع او من بره الاورجانيزيشن المفروض ابعت له ريبورت او ابعت له معلومه، وامتى وشكلها ايه؟ stakeholder information and communication requirements from within the stakeholder register. بتروح تبص برضو في الستيكولدر ريجستر وتشوف كل واحد من الستيكولدرز بنتواصل ازاي، ايه طريقه التواصل معاه، ايه اللغه بتاعه التواصل معاه، نقدر نتواصل معاه امتى، فين، يعني كل حاجه عنه. خلاص. طيب الكوميونيكيشن تكنولوجي، فبيقول لك ان انت ممكن تستخدم اكتر من تكنولوجي، بس طريقه او تحديدك للتكنولوجي ده بيعتمد على شويه حاجات. انت ايه هي الارجنسي بتاعه الانفورميشن دي؟ هي مستعجله ولا لا؟ يعني حضرتك لو مثلا عندك معلومه عاجله جدا وعايز توصلها بسرعه، اسرع طريقه انك تعمل مكالمه تليفون. بينما لو عندك معلومه ديتيلد وفيها تفاصيل كتير ومش مستعجله، يبقى الافضل تبعت ايميل. تمام؟ ولو معلومه صغيره كده وما هياش مليانه بداتا ولا حاجه، ممكن تبعت واتساب مسج وهكذا. طيب availability of technology، ايه هي سوري expected project staffing، انت بتتعامل مع ناس ايه هي الاكسبيرينس بتاعتها، ايه هي الخلفيات بتاعتها؟ يعني مثلا ما تجيش تقول لمجموعه عمال شغالين في موقع ان هيجي لكم الشغل عن طريق ايميل. ما هم مالهم الايميل؟ هم عايزين واحد واقف يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا، هو ده اللي هم ايه عايزين. تمام. طيب availability of technology، ايه هي التكنولوجي اللي متاح عند حضرتك تقدر تعتمد عليها؟ وجودك مثلا في موقع في وسط البحر غير وجودك في المدينه، وجودك في منطقه نائيه غير وجودك في منطقه حضر. ease of use، مدى سهوله استخدام الحاجه دي، في بعض الحاجات بتكون complicated في الاستخدام وحاجات تانيه سهله. طبعا قبل ظهور البرامج اللي موجوده حاليا كتيره دي، اللي هو بقى زي واتساب وزي تليجرام وزي اي برامج من برامج التواصل، كان بيبقى افضل حاجه بالنسبه لنا والله هي الايميل، بنروح ونيجي بالايميل. تمام. لكن بقت موجوده دلوقتي برامج بتسهل الدنيا اكتر، واصبح في مشاريع بتعتمد عليها بشكل رسمي. يعني في مشاريع بتعتمد ان يبقى في جروب واتساب والجروب ده بيتحط عليه الحاجات والدنيا. بس انا صراحه مش من النوع اللي بحب حاجه زي كده. يعني انا مثلا في البروجكت اللي انا شغال فيه، انا جيت في الاول وقلت للتيم هنعرف احنا هنعمل ايه بايه. هنعرف احنا هنعمل ايه بايه. لما نكون عايزين نعمل حاجه ارجنت قوي هنتكلم من خلال برنامج جوجل دو. تمام؟ لما نكون عايزين نبعت حاجه رسميه او حاجه فيها داتا او حاجه نقدر نرجع لها بعد كده، هنستخدم الايميل الرسمي بتاع الشركه. لما يكون عندنا حاجه عايزين نتناقش فيها، لو هي حاجه محتاجه ان احنا يبقى في تبادل سريع وبنتكلم وفي نوع من انواع الاي كونتاكت، هنستخدم زوم. لو والله حاجه ممكن تكون بسيطه مش محتاجه حاجه، هنتكلم على سلاك. طب الشغل بتاعنا بنتابعه على ايه اصلا؟ بنتابع الشغل بتاعنا على تريلو، بنحط التاسكات على تريلو، بنابديت على تريلو، بنعمل الكلام ده كله. المشروع عارف بيستخدم ايه امتى، وعارف كمان الانفورميشن ستورد على جوجل درايف، وعارف ان مش عارف ايه، ده كله يعتبر جزء من خطه الاتصالات يا جماعه. بقيت عارف انا هتكلم مع السي او باللغه الفلانيه، واتكلم مع التيم اللي في اندونيسيا باللغه الثانيه، وبعمل ايه مع التيم اللي هنا، وبتواصل مع الاداره الداخليه دي ازاي، وبعمل كل حاجه ازاي. فمهم جدا انك تديفاين في الاول انت هتعمل ايه ازاي. تمام؟ فبقى اي حد عارف انه لما يعوز يعمل حاجه بسرعه هيكلمني في التليفون او هيكلمني على جوجل دو. تمام؟ طيب لما يعوز يستفسر عن حاجه بسيطه كده ومش ايرجنت، والله ممكن يحط على سلاك. طيب لما يعوز يابديت او يتابع تاسك ويتابع البروجريس بتاعها ويتابع كده، يخش على تريلو. طب لما يبقى في موضوع محتاجين شرح وتفصيل ودنيا من دي وكلام كتير، بندخل نعمل ميتنج على زوم وهكذا. ده مهم. فالايز اوف يوز انك تبقى ايه اللي سهل بالنسبه لك تستخدمه في المكان ده. بروجكت انفايرمنت، انت بتشتغل في انهي بيئه او في انهي طبيعه.
شغال في 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 وسط مجموعه من العمال في موقع نائي في دنيا من. فالحاجات الريتم مش تبقى كتيره، ما تعتمد اكتر على المكالمات وتعتمد على الرسائل السريعه وتعتمد على الرسائل الصوتيه والدنيا دي كلها. طيب لو انت بقى شغال في دنيا كول وي 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 هتعتمد على حاجات الريتم اكتر. اخر حاجه خالص سنسيتيفيتي اللي هي الحساسيه والسريه بتاعت المعلومات. طبعا كل ما كانت الحاجه سنسيتيف وكونفيدنشال تمام، كل ما كان يوصى باستخدام وسيله اكثر امانا ووسيله يمكن الاعتماد والرجوع عليها ويمكن التحكم فيها. طبعا احنا هنا لما كنا بنتكلم على الايميل يا جماعه، الايميل بيكون مش شرط تتوفر فيه نسبه عاليه جدا من الامان، زي ما ممكن تبعت مثلا حاجه في ظرف مقفول للجهه الفلانيه عشان دي هي ايه كونفيدنشال. التولز والتكنيكس الكوميونيكيشن موديل، كوميونيكيشن موديل اللي هو قدامنا زي ما احنا شايفين سندر وريسيفر، سندر وريسيفر، وعندنا ميديوم اللي هو الحاجه اللي هتتنقل من خلالها الرساله. فعند السندر، السندر ده عشان يبعت الرساله بيعمل لها انكودنج، والريسيفر عشان يقرا الرساله لازم يعمل لها ديكودنج، والعكس صحيح، لما بيجي يبعت الريسيفر الفيدباك بتاعه بيعمل للفيدباك انكودنج، والسندر لما بيستقبل الفيدباك من الريسيفر بيعمل له ديكود. تمام، طبعا احنا شايفين هنا كده ادي رايح وادي جاي، والنويز دي معناها ايه؟ النويز دي معناها اي حاجه ممكن تؤثر على كفاءه وصول النويز يا جماعه، مش معناها الضوضاء، لا، النويز بالنسبه للاتصال هي اي حاجه بتؤثر على كمال وصحه الرساله. لو انا الرساله بتاعتي دي، لو انا مثلا انا عمليه، انا دلوقتي وانا بكلمكم لما بيحصل انتربشن في الانترنت ده يعتبر نويز، تمام؟ لما يحصل انتربشن في الانترنت يعتبر نويز. ليه؟ لان انت ممكن تفقد كلمه، تفقد حرف، تفقد جمله كامله، فده كله بيبقى نويز بالنسبه للمسج. طيب في حاجه كده هنا مكتوبه خط اهو راجع غير الخط بتاع الفيدباك ده، اسمه ايه؟ اسمه اكنولج. اكنولج ده حاجه ليها علاقه بس بتاكيد وصول الرساله بشكل صحيح، مش بالرد بتاع الريسيفر. دي بالظبط الاكنولج دي عامله زي الايماءه اللي كنت بشرحها لكم من شويه، لما تكون قاعد بتكلمني وانا اقوم اعمل لك ايماءه بالشكل ده، تمام؟ اقوم اعمل لك ايماءه بالشكل ده، انا باكنولج ان انا وصلتني رساله، لكن انا لسه ما ردتش عليك، انا لسه ما عملتش اي حاجه، فاكنولج بس بقول ان الرساله وصلت بشكل صحيح، تمام؟ طيب ده الكوميونيكيشن موديل. في الكوميونيكيشن ميثودز، طرق الكوميونيكيشن، في الانتر اكتف وفي البوش وفي البول. البوش ان حضرتك بتبعت الانفورميشن من عندك الى الاخرين في اتجاه واحد في اللحظه دي. طبعا الناس لما تبص على بوش هنا وتقول لي طب ما الايميلات فيها رايح وجاي، هقول لك رايح وجاي كل ايميل وهو رايح في لحظتها بيبقى بوش، فهو من عندك بوش ومن عند الطرف الثاني بيجي يرد بعدها بنص ساعه، ساعتين، يوم، يومين، ثلاثه، هو بيكون برضو بيبوش الايه؟ الانفورميشن، تمام؟ طيب قول ان المعلومه تبقى موجوده في مكان وانت تخش تاخدها، زي ان يبقى في انترنت، يبقى في نولج بيز، يبقى في ويب سايت، تخش على الويب سايت انت كده بتعمل ايه؟ بول. طب الانتر اكتف هو ان يبقى في رايح وجاي في نفس الوقت، زي الميتنج، زي الفون كول، زي الفيديو كونفرنس، دي كده بنعتبرها انتر اكتف. ليه؟ لان الحاجه بتروح وتيجي في نفس اللحظه، تمام؟ طيب كوميونيكيشن ابروتشز، تمام، اللي هي اشكال الكوميونيكيشن، في انتر بيرسونال كوميونيكيشن، في سمول جروب كوميونيكيشن، بابليك كوميونيكيشن، ماس كوميونيكيشن، نتوركس اند سوشيال كومبيوتنج كوميونيكيشن اللي هي زي الفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها، دي كلها تعتبر ابروتشز. يعني في الانتر بيرسونال كوميونيكيشن ممكن تبقى بين بتوين انديفيدوال او بتكون غالبا فيس تو فيس، سمول جروب كوميونيكيشن جروبس اوف اراوند 3 تو 6 بيبل، سمول جروبس من 3 ل 6 بيتكلموا مع بعض، بابليك هنا سنجل سبيكر بيتكلم مع مجموعه من الناس، او ناس كوميونيكيشن زي انك تعمل رساله او تسجل حاجه وتحطها على اليوتيوب، تحطها اونلاين،
تتكلم مع ناس انت مش عارفهم ومش قادر تحصرهم. يعني البابليك كوميونيكيشن ايه الفرق بينها وبين الناس كوميونيكيشن؟ ان البابليك حضرتك بتتكلم مع مجموعه من الناس قد يكون قدامك في اوضه في مكان انت عارفهم كلهم، تمام. الماس كوميونيكيشن انت بتتكلم بقى عدد كبير جدا، بتكلم دوله، بتكلم ناس كتيره جدا غير معروفين بالنسبه. طيب كوميونيكيشن ارتيفاكتس اند ميثودز، يعني الحاجات اللي هي بنقدر من خلالها نعمل كوميونيكيشن. النوتس بوردز اللي هي اللوحات اللي بتبقى في مدخل الشركه عندنا اللي بتحط عليها الاعلانات. النيوزليترز او ان هاوس ماجازين او اي ماجازين، لو الشركه عامله نيوزليتر عامله نشره دوريه بتنشر من خلالها الاخبار، عامله ماجازين جوه المكان بتطلعك على الاخبار. ليترز تو ستاف او فولنتيرز، انت بتبعت نوع من انواع الخطابات للستاف او تبعت لهم ايميلات عشان تعرفهم حاجه. بريس ريليز اللي هي البيانات الصحفيه. انوال ريبورتس اللي هي التقارير السنويه. ايميلز اند انترنتس اللي هي الايميلات طبعا والانترنت اللي بنستخدمها. او الويب بورتال، ان يبقى في ويب بورتال حضرتك تدخل عليها عشان تخلص الشغل. طيب البوسيبل كوميونيكيشن ارتيفاكتس اند ميثودز، في الفون كونفرسيشن، برزنتيشنز، تيم بريفنج، جروب ميتنج، فوكس جروبس. فوكس جروبس دي كنا خدناها في الستوب يا جماعه، ودي طرق طريقه من طرق انك تناقش موضوع ما او عايز توصل لقرار فيما يخص حاجه ما. فيس تو فيس فورمال اور انفورمال ميتنج بتوين فيريس ستيك هولدر، كونسلتيشن جروبس اور ستاف فوريومز، تمام. انت بس انت موجود في مجموعه في منتدى خاص بفريق العمل بالشركه كلها بتخصص ما، بمهندسين الانشاءات، بالناس شغاله في السوفت وير وهكذا يعني. سوشيال كومبيوتنج تكنولوجي اند ميديا، نفس الكلام ونفس الفكره. طيب انت بيرسونال تيم سكيلز، عندنا كوميونيكيشن ستايل اسسمنت وبوليتيكال اويرنس وكالتشر اويرنس. من المهم لمدير المشروع يا جماعه انه يبقى عارف او يبقى عنده وعي سياسي ووعي ثقافي بالبيئه اللي هو شغال فيها وبالبلد اللي هو شغال فيها. طيب وعي سياسي بمعنى ايه؟ وعي سياسي بمعنى انه يبقى مدرك الطبيعه السياسيه وطبيعه الدوله اللي هو بيعيش فيها عشان ما يقعش في مشاكل قد تكون ليها بعض الابعاد السياسيه. نفس الكلام في الكلتشر، بيشوف الوضع بالنسبه للبلد دي ايه الحاجات المهمه عندهم وايه الحاجات اللي مش مهمه. يعني هقول لكم على اكزامبل، مثلا احنا الاكزامبل ده بيكون بالنسبه لنا ممكن يكون حاجه عاديه. احنا مثلا كنا عايزين نبعت او مش عايزين نبعت، يعني حصل فرق في التحويل من التحويلات لاحد المحاضرين اللي بتعامل معاهم في اندونيسيا. فببساطه شديده فكرنا في ان الفرق ده ازاي. طيب الريبريزنتيف اللي موجود عندنا هناك نقول له والله هنحول لك الفرق ده على حسابك ودول، وده متعارف عليه عندنا ما فيهوش مشكله يعني. لكن احنا لقينا ان حاجه زي كده في الكالسر عندهم لا، صعب جدا وما ينفعش تحصل، وان ده بيبقى حاجه كونفيدنشال الحساب الشخصي حاجه كونفيدنشال ما ينفعش تحول عليه لحد تاني. كمان الحسابات مونيتور، ده خاصه المبالغ اللي جايه من بره دي بتبقى مونيتور وحاجات كتيره من النوع ده. كمان بتبقى فاهم ايه الاوقات اللي بيشتغلوا ازاي، بيحبوا ياجزوا اكتر. مثلا في سلطنه عمان طبيعي ان يوم الخميس الشغل يخلص الساعه 10 الصبح. هتقول لي امال هو هيبدا امتى اصلا هم يخلص الساعه 10؟ لا والله، يعني هو ده الطبيعي، لان معظم اللي بيشتغلوا مثلا في مسقط بيكونوا من بره مسقط. فانا كنت بدي كورس هناك في مره والناس كانت بتيجي الساعه 10، يعني انا ببدا الساعه 8، المفروض بشتغل من 8 لواحدة، وواحدة ده كان حاجه تعذيب بالنسبه لهم يعني. فبشتغل من 8 لواحدة، وفكره ان انا اعمل بقى الساعه 1 يوم الخميس، فانا كده ببقى انسان ما عنديش ريحه الدم، انا كده بكدرهم يعني. في حين ان احنا عندنا مثلا في مصر لا، احنا متعودين نقعد يوم الخميس بنطول اكتر، بيبقى يوم الخميس ده لو بنقعد لستة ممكن نطول لسبعة عشان اخر اسبوع بنقفل وبنعمل حاجات كتير. فلازم يكون عندك كالتشر اويرنس، لازم تكون عارف الدنيا. كوميونيكيشن ستايلز اسسمنت، ان حضرتك بتبقى بتعمل تقييم للكوميونيكيشن ستايل بتاع كل فرد او جهه عندك، هو ده بيفهم ازاي، بيحب يسمع ازاي، بتوصل له المعلومه وبيدركها ازاي، تمام؟
طيب كل ده كنا بنتكلم في التولز والتكنيكس يا جماعه، احنا لازم نتكلم في الاوتبوت. الاوتبوت عندنا هنا كوميونيكيشن مانجمنت بلان. طب هي بتنكلود ايه او بتكونتين ايه؟ بتكونتين ستيك هولدر كوميونيكيشن ريكويرمنتس، ايه هي متطلبات التواصل بتاعت كل ستيك هولدر، انفورميشن تو بي كوميونيكيتد انكلودنج لانجويج فورمات كونتنت اند ليفل اوف ديتيل، ريزون فور ذا ديستريبيوشن اوف ذات انفورميشن، ليه بنعمل التقرير ده وبنبعته للناس دي، time frame and the frequency for the distribution of required information، هنبعت الموضوع ده كل قد ايه، بنبعته امتى، maximum امتى، and receipt of acknowledgement or response if applicable، person responsible for communicating the information، مين اللي هيبقى مسؤول عن انه communicate the information دي، person responsible for authorizing release of confidential information، مين الشخص اللي بي approve او بيدي نوع من انواع الموافقه على الريليز ده من الكونفيدنشال انفورميشن. فرضا ان احنا عندنا تقرير الرواتب كل شهر مثلا، مين اللي بيابروف على الرواتب دي، او تقرير خاص بالحجم الفلوس اللي اتصرفت في المشروع لحد دلوقتي، لازم يبقى في حد بيأوثرايز الريليز ده. بيرسون اور جروبس هو ويل ريسيف ذا انفورميشن، مين اللي هيستقبل المعلومات دي، methods or technologies used to convey the information such as memos, email and or press release, resources allocated for communicating activities including time and the budget. في احيان بعض التقارير عشان تعملها او بعض الكوميونيكيشن عشان تنفذها بتحتاج تايم وبادجت، على سبيل المثال ان حضرتك ان انت تنزل الميزانيه السنويه بتاعتك في الجورنال، فانت بتهجي الصفحه في الجورنال تكتب فيها الكلام ده وتنزلها، او في الجريده الرسميه مثلا المفروض ان انت بتعمل فيها الكلام ده، او بتروح تاخد مثلا صحه مش عارف بتنشر حاجه، بتاخد اثبات تاريخ على حاجه، تعمل اي حاجه في النهايه ليها تايم وبادجت. ايه تاني؟ اسكليشن بروسيس، لما عندك مشكله مع حاجه او مع فرد معين تروح لمين؟ تصعد لمين؟ لما تيجي تصعد ازاي؟ escalation process identifying time frames and the management chain names for escalation of issues that can't be resolved at the lower staff level. لما يكون عندك مشكلة مش عارف تحلها في الليفل اللي هي فيه في الستاف تطلع لمين؟ دي بيسموها escalation matrix، بتبقى موجودة في الشركات المحترمة دايما. يقول لك ايه؟ اول ما تيجي تشتغل معاه او اول ما تدخل معاه مشروع يروح عامل escalation matrix، فلان ده مديره فلان وفلان دوت وفلان مديرهم فلان، فلما يبقى عندك مشكله مع واحد تمام كلم كذا، ولو ما حللكش روح له فلان، ولو ده ما حلش تروح له فلان. دي بيسميها escalation matrix. method for updating and refining the communication management plan as the project progresses and develops. الكوميونيكيشن مانجمنت بلان بتاعتنا نفسها بنحط جواها طريقه ازاي نعمل لها امبروفنج وابديتنج لما المشروع يبقى بيتقدم. glossary of common terminologies، ان انت تبقى كاتب كده مجموعه من المصطلحات، ان احنا دايما هنبقى بنقول يا جماعه مثلا انا جيت المشروع بتاعي حطيت حاجه اسمها project assets. project assets دي الدوكيومنتس الاساسيه اللي مرجع لينا كلنا في المشروع. طيب دي سميت حاجه تاني اسمها كورس فايل، بقى في جلوسري لازم تعرف الناس اللي جاي تشتغل معاك يعني ايه كورس فايل، يعني ايه اندكس، يعني ايه مش عارف ايه. طبعا هتقول لي انا مش بشرح هنا معاني الكلمات نفسها المطلق في اللغه، انا بشرح المصطلح ده عندي في المشروع معناه ايه، تمام. فدي الجلوسري اوف كومن تيرمينولوجي. كمان بيكون فيها فلو تشارتس، كمان بيكون فيها فلو تشارتس. هو وقت البريك جه معقول؟ طيب نخلص الكوميونيكيشن مانجمنت بلان وناخد البريك، ماشي؟ طيب بيكون في فلو تشارتس اوف انفورميشن فلو ان ذا بروجكت، بتشرح ازاي الانفورميشن بتبقى بتتحرك جوه المشروع، يعني المفروض التقرير الفلاني دوت بيروح لمين يعتمد ثم يروح لمين وبيتوزع على مين في الاخر. كوميونيكيشن كونسترينتس يوجوالي درايفد فروم ا سبيسيفيك ليجيسليشن اور ريجوليشن تكنولوجي اند اورجانيزيشنال بوليسيز. يعني مثلا يعني ان انت ما تقدرش تبعت تقرير يوم كذا عشان يوم كذا ده اجازه، فانت عندك هنا كونسترين، او ان التكنولوجيا الفلانيه ما تسمحلكش انك تبعت اكتر من حاجه في المره، او ما ينفعش تعمل مش عارف ايه، فتبتدي تحط برده لو في اي كونسترين على اي كوميونيكيشن تحطه.
guidelines and templates of the project status meeting project team meeting e-meeting and email. لو عندك templates لأي حاجة أو guideline بتحطها في خطة إدارة الاتصالات. The use of a project website and the project management software if there are to be used in the project. إزاي تستخدم الويب سايت الخاص بالمشروع أو السوفتوير الخاص بالمشروع. تمام؟ manage communication نخليها بعد البريك. البريك بتاعنا يا جماعة يبقى برضو إيه؟ خليها المرة دي نرجع 10 و5 إن شاء الله. نرجع 10 و5. في البروسس اللي فاتت يا جماعة كنا بنقول إيه يحصل؟ كنا بنقول إيه يحصل؟ قلنا هنشوف مين عايز إيه؟ معلومات إزاي؟ هنوديها له إزاي؟ هنوصل له كل حاجة إزاي؟ هنتعامل إزاي؟ التكنولوجي اللي هنستخدمها؟ الميثودز اللي هنستخدمها؟ السكيلز اللي هنستخدمها؟ في النهاية إحنا بنخطط اللي هيحصل. نيجي بقى للتنفيذ. Manage communication. Manage communication. Creating, collecting, distributing, storing, retrieving, ultimate disposition of the communication of the information, the project information. According to what? According to the communication management plan. So the rule of the managed communication is to create, to collect, to distribute, to store, to retrieve, to disposition of the project information. And the key benefit of this process is that it enables an efficient and effective communication the flow between project stakeholders. تمام؟ احنا يا جماعة بنعمل الاتصال، بنجمع المعلومات، بنعمل المعلومات، يعني عارف انت يعني بتعمل المعلومات بتكريت المعلومة. احيانا بتبقى المعلومة مش موجودة، انت بتقعد تكتب الكلام ده. بتكولكت الانفورميشن، بتديستريبيوت الانفورميشن، بتوزعها على افراد اشخاص ناس تقوم بيها، بتخزن المعلومات، بتريتريف معلومات من المكان اللي متخزن، بالديسبوزيشن اللي هو توزيع او ان كل حاجه تروح لصاحبها. ده كله بنعمله في المعلومات. This process is performed throughout the project. تمام. Effective information distribution technique includes. احنا عندنا يا جماعه السندر ريسيفر موديل اللي كنا بنتكلم عليه، وموضوع الفيدباك ده انا عايز اتكلم عليه شويه. انا بعتبر ان الفيدباك ثقافه حضرتك محتاج تعززها في شركتك، محتاج تعززها ما بين فريق العمل في المشروع، محتاج تعززها في اي مكان. الفيدباك ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اعمل حاجه، يعني في ناس فاهمه ان الفيدباك ده في حاله المشاكل، لا، انا المفروض لما اعمل حاجه صحيحه ما فيهاش مشكله اقول ان انا عملت. المفروض ان دايما ارجع لك بفيدباك. المفروض ان انت تتعود ان يبقى دايما في فيدباك، وتعود الفريق بتاعك تمام ان دايما يكون في فيدباك. الفيدباك هنا ان انا بديك افاده، انا عملت الحاجه الفلانيه وبقت تمام في مكانها، او انا عملت التقرير الفلاني، او انا ما عملتش التقرير الفلاني. في ناس يعني انا بقابل نوعيات كتيره من الناس بصراحه، تقول له ما ردتش عليا ليه؟ يقول لك اصلا انا ما لقيتش اللي انت كنت بتقول عليه. طب هو ايه علاقه اللي انت بتقوله باللي انا بسال عليه؟ انا بقول لك ما ردتش عليا ليه، ما بقولكش ما عملتش الحاجه ليه. انا عايز من حضرتك الرد، عايز من حضرتك الفيدباك. انت دخلت او رحت تشوف الحاجه دي ما لقيتهاش، قول لي انك ما لقيتش. انا ما اجبرتكش انك تجيبها، بس انا محتاج اعرف انك ما جبتش، عشان انت لما هتقولي الانفورميشن دي ممكن يكون عندي بلان بي اشتغل عليها، ممكن يكون عندي حد تاني هسند له الشغل اللي انت عرفتش تعمله، ممكن يبقى عندي حاجه تانية انت عملت شغلك صح بس ما قلتليش. انا محتاج الفيدباك ده عشان بناء عليه هبعت حد تاني يكمل شغل. فانا دايما محتاج اعرف ان مثلا انا دلوقتي قلت لك ايه، خد كشف المرتبات وبعدين روح اصرف المبلغ من الخزنه وبعدين روح وزع على الموظفين الرواتب. مش معنى ان انت عملت كل ده ان انت مش محتاج تيجي تقول لي، لا، انت محتاج تديني فيدباك برضو، لان انا ممكن اكون مستني حاجه معينه اعملها بناء على اللي انت هتعمله. فمن المرهق جدا ان انا دايما اقول لك على كل حاجه وانا بعملها ارجع قول لي انت عملت ايه، ارجع قول لي. لا، المفروض ان انا اعزز ثقافه الفيدباك،
تبقى عندي الناس فاهمة انه الطبيعي اصلا بدون ما اطلب منك تديني فيدباك. قلت لك روح اعمل الفورنية دي تديني confirmation تمت done. تمام؟ ما عرفتش تعمل برضو اديني فيدباك، انا ما عرفتش اعمل او انا عملت كذا ثم كذا ثم كذا وحاولت كل المحاولات وما عرفتش. فالفيدباك هنا مهم قوي يا جماعه. خلاص؟ ففي السندر ريسيفر موديل الحته دي مشروح فيها الفيدباك لوبس، وكمان لو في بيرير للكوميونيكيشن ان حضرتك تبتدي تتغلب عليها. تشويس اوف ميديا، حضرتك بتحتاج تختار انت هتوصل المعلومات ازاي؟ رايتنج اور اورالي، انفورمالي، informal or formal، يعني تستخدم الانفورمال او الفورمال، الفيس تو فيس ولا باي ايميل. تمام؟ رايتنج ستايل، اكتيف فيرسس باسيف فويس، سنتنس ستراكشر اند وورد تشويس. من الحاجات اللطيفه جدا كانت في بنت بنعينها عندنا في المشروع، وكنا من الحاجات من اهم المهارات عندنا ان الرايتنج كوميونيكيشن سكيلز ان انجلش تبقى عاليه جدا. فطلبنا منها انها تشوف فيديو معين وتعمل ريبلاي بايميل على المشاكل اللي في الفيديو ده. فعملت لنا حاجه لطيفه جدا، عملت لنا ثلاث صيغ من الرد. قالت لنا في واحد اجريسيف، وفي واحد فريندلي، وفي واحد مش عارف يعني منضبط، يعني حاجه فيها نوع من انواع داخله في الناس شمال قوي، وفي حاجه فريندلي. ما هو لازم انا كمان، يعني دي حاجه من الحاجات المهمه، انا احيانا ببعت لحد حاجه ابقى عايز اوصل له ان انا انا خلصت الحاجه دي وانا مستحملك بس خلصها بسرعه. او ممكن انا ابقى في موقع ان انا عندي باور ابعت اقول له الحاجه دي تخلص النهارده. يعني انا كنت في عندي مشكله، عملت اسكليشن للسي او او، السي او او ما بيردش بقى يا ريت والنبي تشوفوا لي حل للموضوع ده، لا المشكله دي تخلص على اخر الاسبوع، اخر الاسبوع يبقى عندي حل وعندي افاده بان المشكله حصلت. هو الباور بتاعه يخليه يعمل كده. تمام؟ فالتون بتاع الكتابه مهم كمان. طيب ميتنج مانجمنت تكنيكس، ودي احنا اتكلمنا فيها قبل كده اكتر من مره. البرزنتيشن تكنيكس سواء بقى كانت حاجات يعني موجوده في البرزنتيشن اللي موجوده معاك او الستايل بتاعك انت في البرزنتيشن كبادي لانجوج. تمام؟ الفاسيليتيتنج تكنيكس اللي هي ازاي حضرتك تبقى قاعد مع الناس وتبتدي تعمل نوع من انواع بنسميه بالعربي التيسير، او ان حضرتك تتغلب على المعوقات اللي موجوده او تبني نوع من انواع الاجماع. يعني انا يا جماعه انتم مختلفين جدا مع بعض وانا شايف ان مش عارفين تتفقوا، بس خلينا نوصل لنقطه، انتم عندكم اعتراض على كذا، لا كذا، لا كذا، طيب يبقى احنا يا جماعه ما عندناش مشاكل او خلاف غير في نقطتين، تعالوا نمسكهم ونشوف الدنيا بتاعتها. فتقدر حضرتك تبني نوع من انواع الكونسنسس اللي هو الاجماع، او تتغلب على المعوقات اللي موجوده. listening techniques اللي احنا قلناها يا جماعه اللي هي الايه، ال actively and effectively listening techniques. تمام؟ طيب عندنا هنا ايه بقى يا جماعه؟ عندنا البروسيس دي، في هنا بيكون عندي البروجكت كوميونيكيشنز، هي دي الاوتبوت بتاعي. هي ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ اللي هي التقارير والاجتماعات والبرزنتيشنز والميتنج وكل حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ان هي تبتدي تحصل فعلا. وابديت في البروجكت مانجمنت بلان، وابديت في الدوكيومنتس، وابديت في ايه كمان؟ في الاو بي اي، لربما تبقى الاو بي اي بعد اللي انت بتعمله ده كله محتاج ابديت. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس، ورك بيرفورمانس ريبورتس. شوف ورك بيرفورمانس ريبورتس انت عشان انت تاخدها هنا وهتبتدي تديها توزعها على الستيك هولدرز المناسبين. وي اف او بي عندنا بقى في التولز والتكنيكس، كوميونيكيشن تكنولوجيز قلناها، ميثودز قلناها، سكيلز قلناها اللي هي الكوميونيكيشن كومبيتنس اللي هي الكفاءات او كفاءات الاتصال او الجدارات بتاعت الاتصال، الفيدباك، النون فيربال، البرزنتيشن، البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، بروجكت ريبورتنج، انتربيرسونال اند تيم سكيلز، اكتف ليسننج، كونفليكت مانجمنت، كلتشر اويرنس، ميتنج مانجمنت، نتوركينج، بوليتيكال اويرنس. كل ده قلناه. تمام؟ وفي الكوميونيكيشن سكيلز زي ما قلت لك الكوميونيكيشن كومبيتنسز اللي هي المهارات بتاعت الاتصالات، الفيدباك اللي اتكلمنا عليه، الحاجات اللي بتعمل هنا نون فيربال،
البرزنتيشن بروجكت ريبورتنج از ذا اكت اوف كولكتنج اند ديستريبيوتنج بروجكت انفورميشن. بروجكت انفورميشن از ديستريبيوتد تو ماني جروبس اوف ستيك هولدرز اند شود بي ادابتد تو بروفايد انفورميشن ات ان ابروبريت ليفل فورمات اند ديتيل. ميتنج مانجمنت احنا قلنا عليها قبل كده وبنقولها تاني اهو يا جماعه. اول حاجه تو بريبير اند ديستريبيوت اجندا stating the objectives of the meeting, ensure that the meeting start and finish at the published time, ensure the appropriate participants are invited and attend, stay in on topic, manage expectations, the issues and the conflicts during meeting, record all actions and those who have been allocated the responsibility of completing the action. دي الحاجات اللي انا قلتها في اول المحاضرة النهاردة. هي بالظبط. Project communication بتنكلود ايه يا جماعة؟ بتنكلود performance reports, deliverable status, schedule progress, cost incurred, presentation, other information required by stakeholders. اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. اخر process عندنا هي is the process of ensuring the information needs of the project and its stakeholders are met. انت محتاج تتأكد ان كل اللي انت خططته او سوري اللي انت نفذته هو زي ما انت خططت. ماشي او كل اللي انت خططته تنفذ. The key benefit of this process is the optimal information flow as defined in the communications management plan and the stakeholder engagement plan. This process is performed throughout the project. تمام؟ تتنفذ throughout the project. يبقى انت محتاج تطمن ان ايه حصل. شوف to ensure that the right message with the right content is delivered to the right audience through the right channel at the right time. Again, الرسالة الصحيحة بالمحتوى الصحيح is delivered to the right اللي هو للشخص الصحيح من خلال القناة الصحيحة وفي الوقت الصحيح اللي هو اللي انا قلت لك عليهم الخمس اسئلة اللي قلت لك عليهم في الاول. تمام؟ انت هنا بتتأكد ان اجابات الاسئلة اللي انت جاوبتها في البلان هي اللي اتعملت هنا. تمام؟ انت كنت في البلان عايز تجاوب خمس اسئله. مين يقول لي مين ايه امتى ازاي. مين يقول لي مين ايه امتى ازاي. تمام؟ قال لك the right message with the right content the same meaning of sender and receiver. same meaning ده مهم قوي يا جماعه قوي قوي وبيبان قوي انك بيبان الحته دي جدا لما تكون في ناس من ثقافات او مستويات مختلفه. يعني مثلا لما تكون بتتكلم عن حد لسه فريش وحد اصلا في سينيور مانجمنت الناس دول مش هيبقوا بسهوله بي انا في رسائل يا جماعه هل في حاجه في مشكله في الصوت يا جماعه ولا ايه سامعيني كويس الصوت تمام يا باشمهندس طيب تمام ماشي فاحنا كنا بنجاوب الخمس أسئلة مين يقول لي مين ايه امتى ازاي انت هنا في المرحلة بتاعت او في البروسيس بتاعت المونيتورينج بتتأكد ان اللي انت قلت عليه ده حصل وانه كان صح اصلا يعني انت لما جاوبت الخمس أسئلة دول جاوبتهم بطريقة ما قلت محمود يقول لنادية محمود يبعت لنادية ايميل محمود يبعت لنادية تقرير الأداء عن طريق الايميل اخر كل شهر محمود يبعت لناديه تقرير الاداء بالايميل او محمود يبعت لناديه تقرير الاداء بالايميل اخر كل شهر تاني محمود المرسل يبعت لمين لناديه المستقبل بدوت تقرير الاداء اللي هو ايه تمام اللي هي المسج نفسها ازاي بالايميل امتى اخر كل شهر تمام؟ فأهو محمود يبعت لنادية تقرير الأداء بالإيميل آخر كل شهر، ممكن دي أصلاً احفظوها كجملة تفكركم بالموضوع بعد كده، محمود يبعت لنادية تقرير الأداء بالإيميل آخر كل شهر. خلاص؟ محمود يبعت لنادية تقرير الأداء بالإيميل آخر كل شهر. شيل بقى محمود وحط أي حد، شيل نادية وحط أي حد، شيل تقرير الأداء وحط اي حاجة تانية. شيل الايميل وحط حاجة تانية مكانه وشيل اخر الشهر وحط اللي انت عايزه. تمام? اتفقنا. شغلتي بقى في البروسيس دي اتأكد ان كل ده حصل. طيب. Monitor communications may require a variety of methods such as
محتاج عشان تمونيتور الكوميونيكيشن ده تعمل شويه حاجات زي ايه؟ زي كاستمر ساتسفاكشن سيرفي. انت لو عندك كاستمر انت بتشتغل عليه في مشروع لمده سنتين مثلا، فانت بتحتاج تعمل سيرفيز عشان تشوف الكاستمر ده ساتسفايد اور نوت. كولكتنج ليسنز ليرنينج، تبتدي تجمع الدروس المستفاده، هتعرف من خلال الدروس المستفاده اذا كان في حاجه حصلت، مشكله حصلت نتيجه المس كوميونيكيشن او حاجه. اوبزرفيشنز اوف ذا تيم، تبقى بتلاحظ التيم بتاعك وبتشوف الدنيا ماشيه ازاي. ريفيوينج داتا فروم ذا ايشو لوج، برضه تبص على الايشو لوج، الايشو لوج ده بيوريك اذا كان في مشاكل حصلت نتيجه ال ال في مشاكل حصلت نتيجه اسمه ايه ده المس كوميونيكيشن. ايفالويتنج تشينجز ان ذا ستيك هولدر انجيجمنت ستيت اسسمنت ميتريكس، دي اللي هناخدها المره الجايه ان شاء الله، مش المره الجايه، ممكن المره الجايه او اللي بعدها، هناخدها في الستيك هولدرز ان شاء الله. ايفالويتنج تشينجز ان ذا ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ميتريكس، تمام. طيب ايه اللي عندنا هنا؟ عندنا ورك بيرفورمانس انفورميشن، يبقى لازم يكون عندنا هنا ايه؟ ورك بيرفورمانس داتا. هنا ورك بيرفورمانس انت بتبقى عندك البيرفورمانس بتاع الاتصالات نفسها يا جماعه، مش البيرفورمانس ان جنرال، يعني ورك بيرفورمانس هنا، الورك هنا بتاعنا اللي هي الكوميونيكيشن بيرفورمانس داتا، عشان تطلع الورك بيرفورمانس انفورميشن اللي هي الانفورميشن بتاعتك. وكمان لو في تشينجز، لو حاجه محتاجه تشينج، وابديت في البروجكت مانجمنت بلان، وابديت في البروجكت دوكيمنت. عندي في الانجلش بروجكت مانجمنت بلان، عندي دوكيمنتس، عندي ورك بيرفورمانس داتا اي اف او بي. التولز اللي عندي هنا، عندي اكسبرت جادجمنت، بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، داتا اناليسيس. والداتا اناليسيس اللي عندنا فيها ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ميتريكس، قلت لك هتاخدها في الستيك هولدرز، وانتر بيرسونال اند تيم سكيلز اوبزرفيشن وكونفرسيشن، يعني الملاحظه والحوار بشكل عام، وميتنج، تمام؟ طيب تشينج ريكوست، ليس تشينج ريكوست مي ريزلت ان، يعني التشينج ريكوست اللي ممكن تحصل هنا ممكن تنتج او تحقق لي ايه، او يبقى انتجت لي ايه في النهايه؟ ريفيجن اوف ستيك هولدر كوميونيكيشن ريكويرمنتس انكلودنج ستيك هولدرز انفورميشن ديستريبيوشن كونتنت او فورمات اند ديسكشن. يعني مثلا حضرتك جيت تستخدم التول اللي اسمها كاستمر ساتسفاكشن سيرفي، وجيت تشوف هل الكاستمر ساتسفايد ولا لا، فالتقرير او السيرفيز اللي اتعمل على كذا كاستمر مثلا قالت لك ان هم مش ساتسفايد او عندهم مشكله ما. فمن خلال المشكله اللي هم قالوا لك عليها مثلا، ان مفيش مثلا متابعه بعد الحاجه ما اتسلمت بفتره، فانت رجعت لقيت ان دي مشكله في الخطه، ان احنا ما كناش حاطين اصلا في الخطه بتاعتنا ان الستيك هولدر اللي اسمه الكاستمر نعمل معاه فولو اب بعد التسليم. فحضرتك بتقوم عامل تشينج ريكوست عشان تغير في الخطه بتاعتك وتحط فولو اب كول مع الكاستمر بعد الايه؟ بعد التسليم، تمام؟ طيب اول نيو بروسيجر تو اليمينيت بوتلنكس، لقيت ان في تقارير بتتاخر كتير نتيجه ان انت بتخلي اللي يبعت التقرير ده فلان الفلاني، وفلان ده بتروح له معلومات من كل حته في المشروع، فاصبح عنده بوتلنك. بوتلنك اللي هي اختناق، او يعني عارفين عنق الزجاجه، في بوتلنك كده اللي هو الاختناق. الاختناق حاصل عند فلان الفلاني ده عشان بتروح له انفورميشن كتيره ومش قادر يوزع كل الانفورميشن. طيب دي تايبس اوف بيرفورمانس ريبورتس، مثلا زي ستاتس ريبورت، بروجريس ريبورت، تريند ريبورت، فوركاستنج ريبورت، ايرن فاليو ريبورت، ودي احنا اتكلمنا عليها كلها، حاجات اتكلمنا عليها قبل كده، وانا كده خلصت وانا معاكم في الاسئله يا جماعه، اتفضلوا. I worked in a project as an MBA consultant, but I feel that the project management company rarely do minutes of meeting, never do meeting agendas. The documents have a lack distribution. What can I do in this case? طيب حضرتك اشتغلت consultant, MEB consultant، تمام، مشروع، وواجهت مشكلة مع شركة الإدارة، يعني غالبا كده هتكون المقاول، يعني أنت كنت في شركة الاستشاري مثلا، وأنت واجهت مع يعني المشكلة دي مع الشركة اللي هي بتاعت المقاول، وما بيعملوش ميتنج أجندة ولا مينتس أوف ميتنج، ذا دوكيمنتس هاف أ لاك ديستريبيوشن، والحاجات دي ما بتوصلش. طيب يعني أنت، أنا مش عارف الباور بتاعك هنا إيه، أنت هنا جزء من الشركه دي ولا انت جزء من شركه الاستشاري؟
انت موقعك ايه بالنسبه لهم. قال انت لو جزء من شركه استشاري هم ما بيعملوش كده، حضرتك تقدر تلزمهم بحكم وجودك في شركه الاستشاري بمجموعه من التقارير يعملوها، وبرضه تقدر تلزمهم بان هم يعملوا مينتس اوف ميتنج، وتلزمهم بان هم يعملوا ميتنج. الشركه دي برضه انا محتاج اعرف الباور بتاعك ايه، او المشكله انت موقعك ايه من المشروع، تمام، عشان نقدر نحدد انت تقدر تحل المشكله دي ازاي. بس جنرالي مشكله المشاكل دي لو انت ما عندكش باور فعلا مش عارف تعملها، لان انت لما الخيالات اللي فوق او الناس اللي معاها باور مش مؤمنه بان في حاجه المخصوص ما بين السوفينتي بتتعمل، ولا مؤمنه بان هم يعملوا ميتنج اجنده والكلام ده، فانت صعب تغير لهم الكالتشر ده. تمام، هنا بتقول من الافضل ان الواحد يذاكر منها وياخد شهاده على الاصدار الجديد. ايه راي حضرتك الاصدار الجديد؟ تقصد اللي هو هيبقى 7 الاصدار السابع؟ مش عارف، بس هو القصه هنا الفرق هنا يا جماعه ما بين الاصدار السادس والسابع فرق كبير جدا. مش هقول لك ان ده حلو ولا ده وحش، هو الموضوع بيعتمد على هدفك. انت هدفك ايه؟ لو انت هدفك الشهاده فممكن تشتغل على الاصدار الحالي وما انت بتضمنش اللي جاي شكله ايه. طب لو هدفك العلم برضه انت ممكن تشتغل على الاصدار الحالي وتاخد الشهاده وبعد كده ادرس العلم، محدش هيمنعك يعني. اصل هو في 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 في, في البي ام اي ما بيتقالش فلان الفلاني خد البي ام بي على الاصدار السادس، لا انت شهادتك بمكتوب فيها ان انت سيرتيفايد وبس، مالهاش دعوه بالاصدار اللي انت خدته. فانت اللي هياخد الشهاده على الاصدار السابع شهادته هتبقى زي اللي خد الشهاده على الاصدار السادس. ان اكزام ايميلز ار فورمال اور انفورمال، لا في الاكزام اتعامل مع الايميل على انه فورمال يا باشمهندس، انفورمال يا باشمهندس راجل زي ما الكتاب بيقول انفورمال. ازاي افرق بين التوقع او محاوله الحل من غير الهبت؟ لا مش فاهم سؤالك، يعني بين التوقع ومحاوله الحل من غير الهبت؟ لا مش فاهم سؤالك والله. مهندس احمد فهمي شكرا ليك، مهندس هيثم شكرا ليك، مهندس محمد العتريس. Part 2 the standard for project management. Part 3 appendices glossary and the index. الموجودين في الكتاب بنذاكرهم برضو ولا ممكن نكتفي ببارت 1؟ طيب بص هقول لك على حاجه، هي انا عايز اغير لك المفهوم بتاع ان انت بتذاكر مذاكره الجامعه او المدرسه او الدنيا دي كلها. الاساس والله يا باشمهندس ان حضرتك تبقى فاهم، وده اللي انا بركز عليه في كل محاضراتي، ان انت تبقى فاهم، وان الموضوع يبقى بالنسبه لك او اوصل لمرحله ان الفهم اللي انا يعني بعتبره الى حد ما كويس اللي عندي ده يتنقل لعندك، تبقى بتتعامل مع الامور بنفس الطريقه اللي انا بقيت بتعامل معاها. انا ما بقتش ببص للموضوع على انه كتاب وبذاكره، انا بقيت ببص على ان ده علم مفيد جدا لازم يكون موجود عندي، ويتحول من مجرد علم في كتاب الى طريقه تفكير في اي حاجه. تمام؟ وده حاصل عندي فعليا، انا باجي دلوقتي بتواصل بنفس الطريقه اللي كنت بشرحها لكم وبفكر بنفس الطريقه دي. فبغض النظر عن الابنسيز والجلوسري والاندكس والكلام ده كله، دي كلها بتبقى حاجات ريفرنس لحضرتك، عايز تبقى مثقف قوي وجمع كل المعلومات قوي والدنيا دي، اقراهم، بس الامتحان بيتعامل مع شخص فاهم اكتر من اي حد. المهندس عمرو شنقيتي، المهندس عمرو شنقيتي استخدام الواتساب خلانا بنشتغل 24 ساعه واصبح منفر جدا لناس كتير بسبب سوء الاستخدام للاسف، ونفسي اتمنع استخدام الجروبس للشغل ومش قادر انسحب من الجروبس. بص يا باشمهندس هو كلامك صح 100%، وانا بعتبر ان استخدام الواتساب ده مش ما ينفعش استخدم الواتساب في الشغل صراحه. وانا في شغلي في مشروعي انا بستخدم بدل الواتساب بستخدم سلاك عشان افصل كويس قوي ما بين اتصالات الشغل واتصالات الشخصيه. الواتساب ده بيبقى غالبا حاجه شخصيه موجوده على موبايل كل واحد مننا، فانا ببعت حاجه على الجروب فكل الناس بتشوفها الساعه 7 8 9 10 12 11 1 بالليل، ده طبعا مش حاجه اكسبتد. فانا شخصيا بستخدم سلاك، وسلاك ببقى اونلاين عليه في وقت الشغل، في غير وقت الشغل خلاص ما بقاش اونلاين. حتى اللي بيبعت حاجه في غير وقت الشغل الناس بتشوفها تاني يوم وتتعامل معاها خلاص. فانا شخصيا بخلي بقول لهم يا جماعه الواتساب ده للاتصالات الشخصيه، يعني انت عايز تسال عن صحه فلان ابعت له على الواتساب، عايز تبعت تقول لي ان انت بكره مثلا
عندك حاجه شخصيه و... يعني انا يعني ناس تكلمني في التليفون قول لي ان عندك حاجه شخصيه او تاخد اجازه او عايز تاخد اجازه تمام، بس ماشي حاجات زي كده، انما شغل مش بحب اقعد. طيب مهندس محمد زيدان شكرا ليك. مهندس محمد يقول يعني هندسه في مثال لهاني بادجر، مش عارف يعني ايه في مثال لهاني بادجر. هو الهاني بادجر نفسه هو اللي كان الاكزامبل بتاعنا او الاكتيفيتي بتاعتنا يا جماعه. كان الهاني بادجر ده حيوان، تقدر حضرتك تدخل على اليوتيوب تتفرج عليه وهو بيواجه الاسد وبيواجه الكوبرا وبيواجه كل الحاجات. حيوان بجد اكتشفته مؤخرا وكان اكتشاف بالنسبه لي، لذلك انا بستخدمه ليه؟ لانه مش مشهور، فلما اقول لك هاني بادجر مش هتعرف ترسمه. فانا هنا باكد على فكره ان حتى لو كانت الكلمات نفسها هاني وبادجر ممكن يكون لها معنى، ده مش معناه انك هتفهم انا اقصد ايه بهاني بادجر. ده اللي انا كنت عايز اوصله لك. طيب منصر ربيع بيقول لو سجلت الامتحان في ديسمبر المحاوله الاولى لو ما حصلتش نصيب، هل المحاولتين التانيين هيكونوا على النظام القديم ولا حتى لو اتغير؟ اه طبعا هيكونوا على النظام الجديد. بص البي ام اي عنده سيستم عشان لازم تبقى فاهم، هو ما بيقعدش يفكر او بيحط نفسه مكانك، هو عنده سيستم وحضرتك تتوافق مع السيستم بتاعه. ايه السيستم؟ ان هو بيتيح ليك اماكن ومواعيد وسيتس حضرتك احجز فيها زي ما انت عايز. تمام؟ انت دخلت وما توفقتش فانت هتحجز على الاماكن والسيتس المتاحه بعد ما امتحنت. فلو مش متاح ولا سيت غير على النظام الجديد يبقى انت غصب عنك هتعمل كده. بس بعيد بقى يعني ما تاخدش مني الكلام دوت وتعتمد عليه 100%، بس انا عندي اعتقاد ومش بسيط ان هيتم تاجيل التغيير من فيرجن 6 لفيرجن 7 يعني في اخر السنه، يعني هيجي قبل 31/12 يقول لك طب معلش ما اديناها. لحد دلوقتي اصلا الكتاب بتاع الاصدار السابع لسه ما نزلش اصلا. الاصدار السابع يا جماعه هو متوقع ينزل الشهر ده او حاجه زي كده، هو حاجه لسه ما صدرش. فانا بتوقع ان هم هيقوموا منزلينه مثلا خلال شهر ولا حاجه ويقول لك معلش اجلناها لثلاثه، هيفضل الامتحان على فيرجن 6 لحد شهر 3. لا ما تاخدش دوت ان دي حاجه اساسيه تعتمد عليها، بس احجز في وقت مبكر. احنا ان شاء الله زي ما قلت لك كده فاضل لنا اربع محاضرات، الاربع محاضرات دول ممكن نخلص ان شاء الله في اسبوعين ثلاثه بالكثير، فحضرتك ممكن تحجز على اخر 11 مثلا او اول 12 او اول 10 ايام في 12 وتدي لنفسك فرصه ان بعدها لو ما حصلش نصيب يبقى في حاجه ثانيه. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، ان شاء الله بعد حضورك للكورس ده وبعد مذاكرتك وبعد دخولك امتحانات كتير وبعد حلك الامتحانات كتير نسبه ان انت ما تتوفقش في الامتحان هتبقى ان شاء الله قليله جدا جدا. تمام؟ طيب مهندس احمد فهمي بيقول نيفر اي اكسبت واتساب. بصراحه انا زيك وما بحبهاش بس احيانا غصب عنها بتتفرض علينا يعني. مهندس حسين شكرا ليك. مهندس حسين شكرا ليك. ما هو ده بص يا باشمهندس ده اللي انا قصدته حرفيا، ده اللي انا قصدته ان انت تمسك هاني بادجر وتقول والله الهاني بادجر ده شكله ايه، هيبقى مش عارف ايه، ده كائن، ده علبه عسل، ده يعني هيبقى ايه. ده اللي انا قصدته حرفيا، انك تعرف الفرق ما بين ان انا بتعامل مع كلمه لوحدها او مصطلح او الايه اللي في دماغي او في بطن الشاعر، المعنى اللي عندي يوصل لك. تمام؟ مش عارف بقى في مثال ايه الهاني بادجر هو حيوان، يعني انت عايز لو ده سؤال انا ما اعرفش انت عايز، ممكن تكون عايز مثال بمعنى ايه مثال. طب مهندس ربيع بيقول لو حجزت في ديسمبر احسن تاريخ نكون خلصنا يكون كام؟ بص يا باشمهندس احنا النهارده 3/10 وزي ما قلت لك فاضل اربع محاضرات، لو ربنا اكرمنا ومشينا سبت وثلاث، سبت وثلاث يبقى اسبوعين، لو حصل حاجه في النص هيبقى بالكثير ثلاث اسابيع. اعمل حسابك ان احنا هنكون خلصنا اخر 10 مثلا يعني. تمام؟ هنكون خلصنا اخر 10، فعندك شهر 11 وشهر 12، شوف بقى انت اللي يناسبك ايه. مهندس دكتور ابراهيم شكرا ليك جدا يا دكتور. المهندس حربي صادق what is the best application for the project communication except emails؟ يعني تقصد ايه افضل تطبيق للبروجكت كوميونيكيشن ما عدا الايميل؟ هو البروجكت كوميونيكيشن زي ما احنا شرحنا كل حاجه اصلا، مش 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 ايميلات بس، انت ممكن تكون دخلت متاخر مش عارف، بس احنا اتكلمنا في ان اللوحات الارشاديه اللي جوه المشروع بتعتبر كوميونيكيشن، الاجتماع اللي بتعمله مع الناس كوميونيكيشن. لو عملت حتى فيديو كده وسجلته للناس وبعته ده كوميونيكيشن.
لو قعدتك مع ناس ظهورك في موقع المشروع كوميونيكيشن كل دي حاجات من كوميونيكيشن. دكتور ابراهيم شكرا جدا ليك يا دكتور، شكرا جدا جدا ليك. مهندس محمد العبتيس، الامتحان اونلاين متوفر. هو الامتحان اونلاين اصلا، بس انا ما اعرفش طبعا هل بيسمحوا دلوقتي اونلاين وانت في بيتك ولا لا، بس اعتقد ان هم منعوها في الوطن العربي، يعني بيسمحوا بالاونلاين تروح تقريبا الامتحان في مركز من المراكز المعتمده. يعني محتاجين مصادر اسئله امتحان هندسه يعني هي حاضر. مهندس بشر شكرا ليك. المهندس عادل توفيق شكرا. Really, communication management is the most important area in project management. Many of companies and authorities have a bad communication. أنا معاك جدا، وأنا شخصيا لامس ده في شغلي وبشوفه، وتكاد تكون أهم حاجة عندي فعلا، والحاجة اللي ممكن تبوش السكسس تاع البروجكت وتخلي السكسس ده فوق هي الكوميونيكيشن. مهندس وائل شكرا ليك. مهندس محمود زيتون، لو اللي حصل لا قدر الله المحاولة في الامتحان ما وقفناش فيها، هل هيكون المحاولتين الاخرتين على نفس الاصدار السادس ولا هيكون على الاصدار الجديد؟ ما انا قلت لك يا باشمهندس، انا جاوبت على السؤال ده من شويه وقلت ان الموضوع بيحكمه ايه هي السيتس الفاضيه اللي انت ممكن تحجز فيها. تمام؟ لو في سيت فاضي قبل اخر 12 يبقى هتمتحن الاصدار السادس، لو ما فيش سيت فاضي يبقى مش هتعرف تمتحن. تمام؟ الموضوع كله بيحتكم الى السيس. شكرا مهندس محمد رأفت، شكرا مهندس فايز، شكرا مهندس محمد العكريس، شكرا مهندس محمد رجب، شكرا مهندس وائل فتحي. المهندس عادل توفيق بيقول اللي حاصل على الشهاده من 10 سنوات على الاصدار الرابع ولم يجددها، هل ممكن يجددها الان وازاي الطريقه؟ بص يا باشمهندس، زي ما قلت لك من شويه، الشهاده ما بتكتبش فيها انت خدتها على انهي اصدار، وما بيتنظرش انت خدت الشهاده امتى. كل اللي مطلوب عشان تجدد الشهاده حاجه اسمها فيديو، تمام، اللي هي البروفيشنال ديفلوبمنت يونت، وحدات الايه التطوير المهني. تمام، بروفيشنال ديفلوبمنت يونت بقى ليها سيستم جديد من حوالي 4 سنين على في البي ام بي. الاول كان انك تحقق بس مش عارف الفيديو دي عن طريق حضور حاجات زي كده، دلوقتي بقت متقسمه لمجموعه من الحاجات، اولا ان انت تدي، ثانيا ان انت تاخد. يعني انت النهارده تدي وتاخد، والاداء والاخدان ده يبقى فيه تعلم، يبقى فيه يعني جزء علمي وجزء عملي، ان انت تحضر حاجات وانك تعلم ناس، والجزء العملي برضو انك تشتغل وتثبت انك اشتغل. ادخل على موقع البي ام اي هتلاقيه بيدي لك تفاصيل كتيره جدا عن البي دي يوز دي. مهندس ربيع تمام، كيف التغلب على عدم الاستجابه او التجاهل من شخص مع انه موثق ورسمي؟ هو ايه اللي موثق ورسمي؟ الكوميونيكيشن اللي بينكم ولا الشخص نفسه ولا تقصد ايه؟ يعني عدم الاستجابه او التجاهل مع شخص، يعني وضح لي شويه يا باشمهندس محمد عشان اعرف اجاوبك. مهندس ربيع تمام، اقصد مفيش تواصل جيد، هل التعامل الرسمي افضل؟ بص، في الشغل، في مجال الشغل، خليك رسمي لحد ما تلاقي ان انت في مساحة لغير الرسمي، وبرضو ما تتخلاش عن الرسمي، لان وقت الجد الرسمي ده هو اللي هينقذك. تمام؟ بس ما تبقاش رسمي بدرجة تخنق، يعني ما تبقاش بتصبح على الناس من خلال الايميل، ما تبقاش مش عارف، لا يعني خلي فيه كده وكده، يعني خلي الشغل في الرسمي. مهندس ربيع شكرا ليك. مهندس محمد رأفت، الايميلات في الشغل بس ما بيردش. والله يا باشا برضه هنرجع ونقول الباور، هو الباور بتاعه ايه والباور بتاعك ايه؟ انت في النهايه لو انتوا الاثنين بير تو بير، فمره في الثانيه ما ردش اسكليت للمدير بتاعه. تمام؟ طيب لو انت ليك باور عليه ابتدي مارس سلطاتك عليه. تمام؟ والله لو هو اللي ليه باور عليك فحضرتك هتفضل تكيب تتابع، وبعدين تبتدي تحاول لو ما بيردش على الايميلات تكلمه في التليفون، قول له والله انا ببعت لك كتير لما بتوصل لكش، انا حبيت اطمن بس، فيبتدي يشوف او يوصل له ان انت منزعج او مش هتسكت على ان هو ما بيردش. تمام؟ فكل حاجه على حسب الموقع بتاعك، انت عندك باور عليه ولا هو اللي عنده باور عليك ولا مفيش باور على بعض. تمام؟ ايه تاني يا جماعه؟ حد عنده أسئلة تانية يا جماعة؟
اقول السينيور انجينير مثلا.